السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، اللهم ثبِّت ألسنتنا وقلوبنا وسددنا للحق يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين وحزبك المفلحين، كما نسألك أن توفقنا لصالح القول والعمل، وألا تجعل أعمالنا وبالًا علينا. أيها الأحبة في الله، هذا المجلس الذي نعقده في هذه الدروس سوف نشرح فيه إن شاء الله جملًا يسيرة على ما يسمح به الوقت من كتاب صغر في حجمه ولكن كبر في معانيه، وهو كتاب مقدمة التفسير للإمام الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الكتاب اشتمل على جمل من المباحث كثيرة، ولكنها بعبارات يسيرة كعادة الشيخ في متونه التي يؤلفها. وسوف نأتي إن شاء الله على جمل من مسائله ونفصلها، وسوف أحرص في هذا الشرح على أمرين. الأمر الأول سوف أحرص على التقاسيم والأنواع، والأمر الثاني سوف أحرص على القواعد والفروع. سوف يكون هذا الشرح إن شاء الله، ستسمعون في هذا الشرح جملًا كثيرة من التقاسيم والأنواع ومن القواعد والفروع إن شاء الله. ونبدأ إن شاء الله في أصل مقصود الشرح. وقبل أن نبين مسائل المتن، أحب أن أعرفكم من هو الشيخ أولًا، وهو المؤلف الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. لقد نقلت لكم ترجمة يسيرة بقلم تلميذه النجيب الإمام الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى، رحمهم الله جميعا. الشيخ عبد الرحمن هو الشيخ العلامة المحقق والمدقق عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ينتمي ويرجع إلى قبيلة آل عاصم، وهي قبيلة من قبائل قحطان. ولد الشيخ رحمه الله في منطقة يقال لها البير، وهي منطقة بين الرياض وبين القصيم، وذلك سنة 12300 و300 وألف للهجرة. وقد بانت عليه علامات النبوغ والذكاء والنجابة والفطنة من صغره، فعنيت به أمه لأن والده توفي وهو صغير، فتربى في حجر أمه فأدخلته الكتاب وفاق أصحابه. ولما تلقى العلم من صغره على مشائخ بلده وحفظ القرآن في كتابهم، سافر بعد ذلك إلى البلاد المجاورة حتى يكمل مسيرته في طلب العلم. فأول مدينة حط رجله فيها بعد خروجه من منطقة البير هي مدينة الرياض، والتي تعد آنذاك هي موطن العلماء. فالتقى بعلماء الرياض، ومن أشهر العلماء الذين التقى بهم وأخذ عليهم العلم الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وهو جد الملك فيصل بن عبد العزيز. وأيضا كذلك التقى بالشيخ عبد الله العنقري صاحب حاشية الروض المربع المشهورة، وكذلك التقى بالشيخ سليمان بن سحمان صاحب التصانيف
والردود على المخالفين، وهذا أخذ عنه علم التوحيد وعلم العقيدة واللغة. وكذلك التقى بالشيخ محمد بن فارس، وهذا أخذ عنه علوم العربية. وكذلك من أعظم من التقى به وأطال الأخذ عنه فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في وقته. يقول الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله: فواصل دراسته وجد واجتهد في التعليم بعد أن ذاق حلاوة العلم وأدرك من نفسه إقبالاً كلياً على القراءة والحفظ والاستفادة حتى فاق أقرانه. والجدير بالذكر أن الشيخ عبد الرحمن من أقران وأصحاب الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الدولة السعودية في وقته، فقد كان بينه وبين الشيخ صحبة وصداقة حميمة جمعتهم الأخوة في الله وحب العلم والبحث فيه. ومما اشتهر الشيخ به جمال الخط وسرعة الكتابة، فكان سريع الكتابة ولكن مع جمال الخط، ولذلك خط بقلمه بتوفيق الله جل وعلا وفضله مؤلفات كثيرة، من أعظمها فتاوى أنه تولى جمع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فقد جمعها من هاهنا وهاهنا، وسافر من أجلها وأطال الغربة من أجل جمعها، وله في جمعها قصصا وله في جمعها قصص عجيبة من التوفيق والمنة والفضل. فأول ما جمعت علوم شيخ الإسلام رحمه الله إنما هي على يد الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، فجمعها هو وابنه محمد ورتبوها في 37 مجلد. ومن أعظم كتبه التي ألفها جمع فتاوى علماء نجد المعروف بالدرر السنية في الأجوبة النجدية، فقد جمعه هو ولده محمد، وتوفي قبل إتمامه ولكن أتمه ولده محمد ورتبه في 16 مجلد. ومن كتبه العظيمة التي سارت بها الركبان أيضا حاشية عظيمة على الروض المربع، أسماها حاشية الروض المربع في 7 مجلدات في الفقه الحنبلي، وهذا يعد من أهم الكتب التي يعرف بها الحنابلة، وقد قررته الجامعة في مراحلها الدراسية في كلية الشريعة. ومن كتبه الطيبة الأنيقة أيضا كتاب أصول الأحكام مع شرحه، وهو قريب من بلوغ المرام، جرد أحاديث وشرحها رحمه الله. ومن كتبه كذلك حاشية على الدرة المضية وحاشية على 3 الأصول. ومن كتبه كذلك هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو مقدمة التفسير. ولما أنهى الشيخ كتابه مقدمة التفسير طلب منه الطلاب أن يشرحه، فشرحه في حاشية مقدمة التفسير، فالمقدمة والحاشية كلاهما للشيخ رحمه الله. ولما ضاع صيته في البلاد أقبل عليه الطلاب ينهلون من علمه الغزير، فمن طلابه الشيخ حمود بن عقلة الشعيبي رحمه الله، وهو من العلماء الأفذاذ في علم التوحيد والفقه، وكذلك من طلابه الشيخ عبد الله بن جبرين رحمهم الله الرحمة الواسعة. وقد قدر الله جل وعلا على الشيخ بحادث سيارة صار بعده يؤلمه رأسه كثيرا، وقد سافر للعلاج ولا يزال ذلك الألم يراوده بين الفينة والأخرى، ومع ذلك لا يزال ملازما للتعليم ومكبا على التأليف، وقدم استقالته في آخر حياته قبل موته ب8 سنين حتى يكمل تآليفه، ولا يزال مرضه معه حتى توفي بسببه، وذلك في اليوم 8 من الشهر 8 من عام 92 و300 وألف. ومن العجيب الذي يذكر أنه كان قبل وفاته رأى رؤيا في المنام
عجيبة جدا، وهو أنه رأى أبا العباس بن تيمية جاءه في المنام ووضع على رأس الشيخ عبد الرحمن تاجا، وهو أنه رأى شيخ الإسلام بن تيمية يضع التاج على رأسه. ولعل هذا والله أعلم دليل على جهوده في خدمة تراث أبي العباس بن تيمية رحمه الله. ولذلك ما انتشر علم أبي العباس بن تيمية مجموعا في مكان واحد إلا بفضل الله جل وعلا أولا وآخرا، ثم بجهود الشيخ رحمه الله تعالى. فهذه جمل يسيرة أحببنا أن نتحفكم بها في مقدمة في التعريف أو شيء من ترجمة هذا العلم الفذ. فأسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يعامله بكبير فضله وجوده وكرمه وإحسانه، إنه جواد كريم، وأن يغفر لعامة علماء المسلمين، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأن يرحم أمواتهم، وأن يثبت أحياءهم، وأن يبارك في علومهم، وأن يجعلنا ممن اتبعهم فيما قرروه من الحق. ونبدأ بعد ذلك إن شاء الله في قراءة المتن بابا بابا، ثم نفصل شرح أبوابه إن شاء الله في مساء. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لا نريد الإطالة عن في مسائل المقدمة، ولكن نذكر شيئا من فوائدها. لماذا ابتدأ الشيخ كتابه بالبسملة؟ لقد جرت عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى أن يبدأوا مصنفاتهم بالبسملة، وذلك اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الله جل وعلا ذكر البسملة في أوله فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، في سورة الفاتحة. وكذلك افتتح كل سورة من سوره بالبسملة عدا براءة. وكذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مكاتباته، فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يكتب كتابا إلا ويقدمه ببسم الله الرحمن الرحيم، ككتابه إلى هرقل، وكتابه إلى كسرى، وكتابه إلى المقوقس، وكتابه في فرائض الزكاة، وغيرها من كتبه صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث من باب التبرك بالابتداء باسم الله جل وعلا، فإن اسم الله جل وعلا ما ابتدأ به في شيء إلا وأنزل الله جل وعلا في هذا الأمر البركة. والأمر الرابع اقتداء بمن سبقه من أهل العلم. فإذا هي أربع علل: العلة الأولى اقتداء بالكتاب العزيز، ثم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك طلبا للبركة، ثم بعد ذلك اقتداء بأهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح أن البسملة ليست آية من القرآن، وليست آية من الفاتحة ولا من كل سورة، وإنما هي آية من مجمل القرآن، والقول الصحيح أيضاً أن السنة أن يبتدئ الإنسان بالبسملة في المكاتبات وبالحمدلة في المخاطبات والمشافهات. السنة للإنسان إذا كان خطابه للناس كتابياً أن يبدأ بالبسملة، وإذا كان خطابه للناس شفاهياً كمحاضرة أو خطبة
أو ندوة أو غير ذلك، فمن السنة أن يبدأ بالحمدلة. والصحيح كذلك أن كل حديث فيه أن كل حديث يقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أو بالحمد لله فهو أقطع وأجدم، هذا الحديث بهذه الألفاظ كله من كلها من الألفاظ الضعيفة، يعني هذا حديث ضعيف بجميع طرقه، هذا حديث ضعيف بجميع طرقه. قوله رحمه الله تعالى الحمد لله، الحمد هو الثناء على المحمود بصفات الجمال ونعوت الجلال والبهاء والعظمة، فإن قلت وهل هو الشكر؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أن الحمد أعم من الشكر باعتبار أسبابه، والشكر أعم من الحمد باعتبار وظائفه، فالحمد له سببان والشكر ليس له إلا سبب واحد، فالحمد يكون ابتدائيا وجزائيا، وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على وجه الجزاء والمقابلة فقط. وأما الشكر فله ثلاث وظائف، فالإنسان يؤدي الشكر بقلبه، ويؤدي الشكر بلسانه، ويؤدي الشكر بجوارحه. وأما الحمد فليس له إلا وظيفتان فقط، فالإنسان يحمد غيره بقلبه ويحمده بلسانه، وليس هناك حمد بالجوارح. فإذا صار الحمد أعم من الشكر باعتبار أسبابه، والشكر أعم من الحمد باعتبار وظائفه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن قلت وما الفرق بين الحمد والثناء والتمجيد؟ فأقول الحمد هو ذكر أوصاف المحمود أول مرة، فإن ذكرت له أوصاف أخرى فتكون أثنيت، وإن زدت وكررت فقد مجدت. فإذا أول مراتب الحمد هو أن تذكر أوصاف المحمود أول مرة، كأن تقول الحمد لله رب العالمين، ثم إذا زدت فإنك تنتقل من مرحلة الحمد إلى مرحلة الثناء، كقولك بعد رب العالمين الرحمن الرحيم، إذا زدت في صفات المحمود، وإذا كررت وأبديت وزدت وأعدت تكون مجدت، كقولك مالك يوم الدين. وعلى ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، لأنه ذكر الآن المحمود أول مرة، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، لأنه الآن كرر الحمد، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. فإذا قول بعض علماء اللغة إن الحمد هو الثناء هذا قول فيه نظر، فيه نظر باعتبار الأثر والنظر، أما باعتبار الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما كما في حديث أبي هريرة، وأما باعتبار النظر فلأن الثناء مأخوذ من الثني وهو العود، وهو عود الشيء على الشيء، كقولك ثنيت العصا. فإذا الثناء لا بد فيه من أمرين تثني بعضهما على بعض أو تجمع بعضهما إلى بعض. قوله الذي أنزل على عبده الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا يسميه البلاغيون من براعة الاستهلال، وبراعة الاستهلال هي أن يأتي المصنف أو المتكلم بما يدل على مقصود حديثه في مقدمته، بما يدل على مقصود حديثه في مقدمته. وبما أن الشيخ سيعقد فصولاً تتكلم عن القرآن وإنزال القرآن وتفسير القرآن وطرق التفسير وبعض أحكام المصحف، قال الشيخ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني كأنه قال سوف أتكلم لك عن مسائل عن هذا الكتاب
الذي أنزل، الذي أنزل. وكذلك هذا له منحى بلاغي آخر، وهو ما يسميه البلاغيون الاقتباس، وهي أن قول الشيخ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب مقتبس من قول الله جل وعلا في أول سورة، في أول سورة الكهف، في قول الله جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل، ولم يجعل له عوجا، ولم يجعل له عوجا. قوله تبيانا لكل شيء هو مأخوذ من قول الله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقوله وهدى للمتقين، لقد وصف الله جل وعلا كتابه بأنه هدى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، أولها في سورة البقرة في قول الله جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إيش؟ هدى، هدى للمتقين. وقد قال، وقد وصفه الله بالهدى أيضا في سور كثيرة، كما قال الله جل وعلا في سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والقرآن هدى للناس جميعا، قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. لكن لماذا خصصه بأنه هدى للمتقين في سورة البقرة؟ لماذا خصصه بأنه هدى للمتقين فقط في سورة البقرة؟ نقول: لا تعارض في ذلك، لأن الهدى ينقسم إلى قسمين: هدى دلالة، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. فقوله هدى للناس يعني من باب الدلالة والإرشاد، أنه يدلهم ويرشدهم على طريق الحق. وأما قوله هدى للمتقين فإنه يتكلم عن هداية التوفيق والإلهام، فلأن المتقين هم المنتفعون حقيقة بالهداية وهم الموفقون حقيقة للهداية، صار القرآن هدى لهم. فإذا رأيت الله يخص هداية القرآن بطائفة فاعرف أنه يتكلم عن هداية التوفيق والإلهام، وإذا رأيت الله يعمم هداية القرآن للناس جميعا فاعلم أنه يتكلم عن هداية الدلالة والإرشاد، والإرشاد. قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة لا تكون شهادة كاملة إلا إذا كان فيها ثلاثة أركان. الركن الأول أن يكون القلب مقرًا بما شهدت به، إذن هذا أول شيء الإقرار القلبي، لأن من الناس من يشهد بشيء وقلبه مكذب لشهادته فهذه شهادة كاذبة. يقول الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا؟ لأن ألسنتهم شهدت بشيء لم يتشهد به قلوبهم. فإذا مراتب، أول مراتب صحة الشهادة وقبولها الإقرار القلبي. الثانية النطق اللساني بهذه الشهادة، إذ لا ينتفع الإنسان بشهادة يقر بها قلبه ولكن لم ينطق بها لسانه، إيش الفائدة؟ ولذلك لو جاء الشاهد عند الحاكم وقد تحمل شهادة وقال للحاكم: يا أيها الحاكم إنني أقر بصحة هذه الشهادة، فيقول له: أي شهادة؟ فسكت ولم ينطق، هل ينتفع الخصم بهذه الشهادة؟ هل ينتفع المشهود له بهذه الشهادة؟ فالشهادة القلبية لا تكفي، لا بد من النطق بها. الأمر الثالث التأييد العملي بمقتضى هذه الشهادة، التأييد العملي بمقتضى هذه الشهادة. لو جئت لرجل وقلت: أشهد بالله أني أحبك، ثم بدأت تتصرف بتصرفات وتفعل أفعالاً تتنافى مع قولك هذا، كأن تكذب عليه في الحديث ولا تعينه في نوائبه ولا تشاركه في همومه وأحزانه، ما عملت بمقتضى هذه الشهادة، فإنه سيقول لك: كيف تقول أنا أحبك وأنت لا تصدق هذه الشهادة بأعمالك، أعمالك ولا لا يجمع؟ فإذا الشهادة لا تكون صادقة إلا إذا كانت منبثقة ونابعة من إقرار قلبي ومؤيدة بالنطق اللساني، ها،
وبعمل الجوارح. فقوله أشهد أن لا إله إلا الله هي شهادة التوحيد، والمتقرر بإجماع علماء العقيدة أن شهادة التوحيد لا تنفع قائلها إلا إذا كانت نابعة من قلب مؤمن مؤيد بالإيش؟ النطق اللساني، ومؤيدة كذلك بعمل الجوارح، وهي ركائز الإيمان الثلاثة التي هي إقرار القلب بصحة هذه الشهادة، ونطق اللسان بهذه الشهادة، وعمل الجوارح والأركان بمقتضى هذه الشهادة. وقوله أن لا إله إلا الله يعني أقر وأعترف وأعلم إقرارا نابعا من القلب منطوقا باللسان مؤيدا بعمل الجوارح أنه لا يستحق العبادة أحد في هذا الكون إلا الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وتفاصيل الشهادة مذكورة في غير هذا الموضع. قوله الملك هذا بدل من الاسم الأحسن الله، والمنعقد في قلوب المؤمنين أن الله له الملك المطلق، فله ملك السماوات والأرض وما بينهما، وأن من أسمائه الملك، وأن من صفاته الملك الكامل المطلق الدائم الأبدي. يقول الله جل وعلا لله ملك السماوات والأرض، وآيات كثيرة يثبت الله جل وعلا فيها ملكيته. طيب، فإن قلت أوليس المخلوق له ملك كذلك، فنقول نعم المخلوق يملك، لكن الله له الملكية المطلقة، وأما المخلوق فليس له إلا مطلق الملك فقط. وكذلك نقول إن ملك الله جل وعلا لم يتقدمه ملك آخر، وأما ملكية المخلوق فقد تقدمها ملكية أخرى، فأنا ملكت السيارة بعد أن ملكها، بعد أن كان يملكها رجل آخر، وسيملكها بعدي رجل آخر بعد أن كنت أنا أملكها. فأما ملكية الله فلم يتقدمها ملكية أخرى. وكذلك نقول إن ملكية المخلوق زائلة بموته أو ببيع ملكه أو بزوال سبب التملك، وأما ملكية الله فإنها لا يمكن أن تزول أبدا، فالله هو مالك الأشياء أزلا وأبدا، لأنه الحي الذي لا يموت فيورث جل وعلا. وكذلك نقول إن ملكية المخلوق ملكية محدودة، فهو يملك سيارته وبيته، ولكن لا يملك سيارة جاره ولا بيت جاره، وأما ملكية الله فإنها الملكية التامة المطلقة. وكذلك نقول أيضا إن ملكية المخلوق محدودية التصرف، يعني هو لا يتصرف إلا في ملكه إلا بحدود المعقول، يعني لو جاء رجل يريد أن يحرق سيارته هل يمكنه الناس من إحراق سيارته؟ الجواب لا، هذا تصرف أعوج، تسحب من السيارة، هذا سفيه، هذا يحجر عليه. إذن تصرفنا فيما نملكه تصرفا محدودا، وأما تصرف الله في ملكه فله التصرف المطلق، فيهلك ما يشاء ويحرق ما يشاء ويحيي ما شاء ويميت من شاء ويعدم من شاء ويوجد من شاء، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الحق، وقد أجمع العلماء على أنه من أسماء الله جل وعلا. فالله جل وعلا هو الحق في ألوهيته، والحق في ربوبيته، والحق في أسمائه وصفاته. قوله المبين هو في أصل اللغة بمعنى الواضح الذي لا يعتريه غموض ولا خفاء. قال الله جل وعلا في إثبات هذين الاسمين ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، وكل شيء ينسب إلى الله جل وعلا فلا يكون إلا حقا لأنه الحق، فأقواله كلها حق، وتشريعاته كلها حق، وهو المستحق لأن يعبد جل وعلا، فعبادته أيضا حق، ووعده حق،
ووعيده حق، وجميع ما ينسب لله جل وعلا فإنه لا يكون إلا حقا. ثم قال الشيخ: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عبده، اعلم أن العبودية من أعظم وأشرف مقامات العبد، من أعظم وأشرف مقامات العبد أن يكون عبدًا لله جل وعلا. ولذلك أعظم وأشرف مقامات العبد هو حال سجوده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا؟ لأنه أعظم ما يكون وصفاً للتعبد هو أن تكون ساجداً. فإذا كونك عبد لله جل وعلا هذا لا ليس فيه مهانة لك، وإنما هذا فيه عز لك ورفعة لك وشرف لك. ولذلك وصف الله جل وعلا نبيه بالعبودية في أشرف مقاماته، فوصفه بالعبودية في مقام إنزال الكتاب، وأي مقام أعظم وأشرف من هذا؟ ومع ذلك يقول: ها، الحمد لله الذي أنزل على عبده، فوصفه بالعبودية في مقام إنزال الكتاب. وكذلك وصفه بالعبودية في مقام الإسراء، وهو من أعظم ما تميز به النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله أسرى به. يقول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده، فوصفه بالعبودية في هذا المقام الشريف أيضا. وكذلك الله جل وعلا وصفه بالعبودية في مقام الدعوة، وهي من أشرف مقاماته صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فإذا العبودية من أشرف وأعظم مقامات العبد. وقد قسم العلماء العبودية إلى قسمين: عبودية اضطرار وعبودية اختيار، أو قالوا عبودية عامة وعبودية خاصة. فأما العبودية العامة فهي عبودية الكائنات لله جل وعلا، وهي المثبتة في قول الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وضابط هذه العبودية في الأدلة أن لا تضاف إلى الله، أن لا تضاف إلى الله. ضابط هذه العبودية في الأدلة أن لا تضاف إلى الله، كما هنا، كما هو الحال هنا. ما قال إلا آتي الرحمن عبدا للرحمن، وإنما قال عبدا، فهذه عبودية عامة وعبودية اضطرار. فالكفار عبيد لله، لكن عبودية اضطرار، عبودية عامة. وأما العبودية الثانية فهي عبودية الاختيار، وهي عبودية المؤمنين لله جل وعلا. وضابط هذه العبودية أن تضاف إلى الله في الأدلة، كقول الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقد يترقى الإنسان في مراتب العبودية الخاصة حتى يبلغ أعلاها وتمامها وكمالها، كعبودية الأنبياء لله جل وعلا، ويسميها أهل العلم عبودية خاصة الخاصة. فعبودية الأنبياء لله ليست كعبودية آحاد المؤمنين لله جل وعلا. قوله رحمه الله: عبده ورسوله، هذه هي الوسطية في اعتقادنا في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحمل معنى الوسطية. فنحن نعتقد أنه رسول الله صدقا وحقا، ونؤمن بذلك ونقطع به قطعا جازما، لا يمكن أن نضطرب فيه ولا أن نشك أنه رسول الله، لكن ومع ذلك لا يزال عبدا لله جل وعلا. فهذا فيه مقام الوسطية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالأمة الإسلامية لم تغلو في نبيها صلى الله عليه وسلم كما غلت اليهود في عزير فقالوا هو ابن الله، وكما غلت النصارى في عيسى فقالوا هو ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله، بل نحن نقول إنه رسول الله، ومع ذلك نقول هو عبد لله.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحارب الغلو في حياته محاربة كثيرة. يقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ حصيات فهزهن وقال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولما جاءه رجل وقال: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم لا يستجرينكم الشيطان، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة عليه الصلاة والسلام. ولما جاءه رجل وقال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ولما جاءه رجل وقال: إنا نستشفع بك على الله وبالله عليك، احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وصار يسبح سبحان الله سبحان الله حتى عرف ذلك في وجهه، حتى عرف ذلك في وجهه. وقال له: ويلك، أتدري ما الله؟ إلى آخر الحديث. فإذا كان يحذر أمته من الغلو، لأن أول طرق الهلاك هو الغلو. فما عبدت الأصنام إلا بالغلو، وما صورت صور الصالحين وطيف بقبورهم وذبح عند قبورهم وتبرك بقبورهم إلا بسبب الغلو، وما عطلت أسماء الله وصفاته إلا بالغلو، وما أنكر القدر إلا بالغلو. ولا تجد بلية من بلايا الاعتقاد إلا ووراءها ذلك الشيطان المسمى بالغلو، المسمى بالغلو. فلو سلم العبد من الغلو لسلم من كل آفة عقدية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، إلا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب، كلها في النار لماذا؟ العلة هي أنهم وقعوا في الغلو. والغلو له صورتان: إما غلو في الزيادة، وإما غلو في النقص والجفاء، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. وطريق الحق هدى بين ضلالتين، وطريقا بين هاويتين، وهو الصراط المستقيم، صراط الله المستقيم، الذي صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو طريق الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قوله الصادق، لقد وصف الله جل وعلا نبيه بالصدق في قوله جل وعلا: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وهو من جملتهم. وقد خصه الله بالصدق في قوله جل وعلا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وإيش؟ وصدق الله ورسوله. ويقول ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق. وإن وصفه بالصدق متفق عليه بين موافقيه ومعاديه، حتى المخالفون من كفار مكة، حتى من خالفه من كفار مكة كانوا يصفونه بالصدق، كما وصفه بذلك أبو سفيان عند هرقل لما سأله عنه وعن حاله: أعهدتم عليه قبل ذلك كذبا؟ قالوا: لا، ما عرفناه إلا صادقا أمينا. وقد كان يعرف عليه الصلاة والسلام في مكة قبل بعثته بالصادق الأمين. لما اختلفوا في من يضع من القبائل حجر الحجر الأسود، قال: يحكم بينكم أول رجل يدخل من باب هذه الدار. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاستبشرت قلوبهم وارتاحت نفوسهم، فقالوا: هذا الصادق، هذا الأمين يحكم بيننا. فإذا كان هو معروف. فإن قيل إذا كان مستقر، فإن قلت إذا كان مستقرا في قلوبهم أنه الصادق الأمين، فلماذا يكذبونه؟ فنقول: هذه آفة تقليد الآباء، وآفة الاستقامة على طريق الحق، وهو تقليد الآباء والأسلاف، والتعصب وعدم الانصياع للحق والتكبر عن قبوله. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق، بل حتى في مزاحه عليه الصلاة والسلام فإنه يمازح، ولكن لا يقول إلا صدقا. والكذب محرم بإجماع العلماء إلا في صور معينة قد حصل فيها شيء من الخلاف: أيراد بها الكذب الصريح أم التعريض؟ ومحل بحث المسألة موضع آخر. قوله الأمين
يعني أنه مؤتمن على تبليغ هذه الشريعة وإيصالها للناس أجمعين. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين وأتم الله به النعمة والدين. شهد الصحابة بالبلاغ شهادة قد صدقت بشهادة الرحمن لما قال لهم في خطبة عرفة وفي خطبة يوم النحر: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فقال: اللهم اشهد. فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن بلغنا جميع ما أمر بإبلاغه لنا. قوله صلى الله عليه، القول الصحيح أن معنى صلاة الله على عباده أو على عبده هو الثناء عليه في الملأ الأعلى، يعني إذا أثنى الله على أحد عند الملائكة المقربين فقد صلى الله عليه. وهذا قول أبي العالية، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم. فمعنى صلى الله عليه يعني أننا ندعو الله جل وعلا أن يثني على نبينا صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وعلى آله وأصحابه، قوله وعلى آله وأصحابه، أنا قلت منا مطولين في المقدمة وطولنا في المقدمة. وعلى آله وأصحابه، القول الصحيح أن الآل إذا جمعت مع الأصحاب فالمراد بهم آل البيت، وإذا أفردت عن الأصحاب فالمراد بهم جميع أتباعه على ملته. فإذا قيل صلى الله عليه وآله وسلم فيكون معنى الآل هنا المؤمنون من أمته، وإذا قيل صلى الله عليه وآله وأصحابه فيكون الآل هنا آل بيته. هذا هو القول الذي يجمع بين أقوال أهل العلم والتابعين. وسلم تسليما كثيرا، قوله وسلم تسليما كثيرا، لو سألني سائل وقال لماذا نطلب السلامة له بعد موته، يعني كيف ندعو لأن يسلمه الله وقد مات، فهل بعد موته يحتاج إلى أن يسلمه الله؟ الجواب نعم، نحن ندعو له بالسلامة على عدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن يسلم الله جسده الشريف من الاعتداء والنبش، وقد كان هناك بعض المحاولات من الرافضة لنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الزمان ولكنها باءت بالفشل. الأمر الثاني أن يسلم الله قبره من أن يجعل وثناً يعبد من دون الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. فإذا سلم الله قبره من أن يكون وثناً يعبد فهذا نوع سلامة. والسلامة الثالثة سلامة دينه وسنته وشريعته ومنهجه، فإن سلامة دين الإنسان سلامة له، وسلامة مذهبه ومنهجه سلامة له، وكذلك السلامة الرابعة سلامة أتباعه على ملته أتباع شريعته. فإن سلامة أصحابك سلامة لك، فإذا سلم أصحابه وأتباع ملته فإن هذا نوع سلامة له، فإن هذا نوع سلامة له. ثم نقول هكذا وردت الأوامر الشرعية كقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أجمع العلماء على أن الأفضل هو الجمع بين الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. قوله كثيرا يعني أن المستحب للإنسان أن يكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم لعظيم الأجور المترتبة على ذلك. ثم قال: أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى بيان المقصود. قوله: فهذه اسم الإشارة، إما أن يكون للحاضر في الذهن إذا كان قبل التأليف، وإما أن يكون للمشار إليه حسًا إذا كانت المقدمة ما كتبت إلا بعد التأليف. لقد كان السابقون لا يكتبون المقدمات، عفواً، لقد كان السابقون يكتبون المقدمات قبل أن يؤلفوا. فإذا قوله: فهذا كتاب، هذا وين هذا الكتاب؟ وينه؟ وين راح؟ قال: للمشار في الذهن، لأن هذا يعني الذي في ذهني كتاب. إذا كانت المقدمة مكتوبة قبل التأليف فتكون اسم الإشارة إلى حاضر في الذهن،
ولكن عادة المتأخرين الآن غالبا يكتبون المقدمات بعد نهاية التأليف غالبا أنهم لا يتمون كتابة المقدمة إلا بعد نهاية التأليف. فالأمر في ذلك بسيط. مقدمة في التفسير وسيأتي تعريفه إن شاء الله، قوله تعين على فهم القرآن العظيم الجدير بأن تصرف له الهمم، وذلك لأنه لا سعادة للبشرية إلا بالإقبال على القرآن وتفهم القرآن وتدبر القرآن وتعقل القرآن ومعرفة مراد الله جل وعلا بهذا الكتاب العظيم، فإنه لا تتم سعادة الدارين إلا بالالتزام والاحتكام والاستقامة على منهج القرآن. فمن أراد السعادة الحقيقية فلن يجدها إلا في القرآن. فتحقيق مقاصد القرآن هي موضوع حياتنا الذي من أجله خلقنا، فكيف يكون مقصود حياتنا باقياً لا يفهم؟ فوضع الشيخ رحمه الله تعالى هذه المقدمة حتى تعيننا على مفهوم على فهم كتاب الله جل وعلا، والذي فهمه يعين على تدبره، والذي فهمه يعين على تدبره. وقد عاب الله جل وعلا على أقوام يقرؤون القرآن ولا يتدبرون ولا يعقلون، قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا المقصود الأعظم من إنزال القرآن هو فهمه وتدبره والعمل به، هو تدبره وفهمه والعمل به. قوله الجدير بأن تصرف له الهمم، ولذلك يقول السلف رحمهم الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يضيع فترات عمره في طلب علوم لا تعلق لها بالقرآن، فينبغي أن يصرف همته وأن يعمر أوقاته فيما يقربه إلى فهم القرآن ويعينه على استشراحه وبيانه. قال: ففيه، أي في القرآن، الهدى، كما قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى. قوله والنور، لقد وصف الله القرآن بالنور في آيات كثيرة، كقول الله جل وعلا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال الله جل وعلا في وصف القرآن بالنور والهدى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قوله: ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم، كقول الله جل وعلا: في وصف القرآن: ويهديهم إلى صراط مستقيم، كما في سورة المائدة. طيب، نعم. أجمعوا عندك؟ أيوة. على أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق. دائما حقيقة، لأن هذا تمييز. حقيقة منزل غير مخلوق. أوحى. وبدعوا من قال إنه فرض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو غيره كالفلاسفة والصابئية.
إيش؟ والصاء بأتي. نعم. الكرامية. والكرامية ومن قال في القرآن مخلوق فجهمي أو غير مخلوق أو غير مخلوق مبتدع. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الموضوع الأول من مواضيع هذه من موضوعات هذه الرسالة، وهي الكلام على عقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب الله جل وعلا، والكلام عليها في جمل من المسائل. المسألة الأولى في تعريف القرآن لغة واصطلاحا. أما القرآن لغة في الأصل فهو مصدر على وزن فعلان بالضم، وهو مصدر معروف عند العرب كقولهم غفران وشكران وثكلان. فقولك قرآن مأخوذ من قرأ يقرأ قراءة بمعنى مقروء، كما قال الله جل وعلا إن علينا جمعه إيش وجمعه وقرآنه، فلأنه مقروء سمي بالقرآن. وأما في الاصطلاح فقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على تعريفه بما يلي، أجمع العلماء على تعريفه بما يلي: قالوا هو كلام الله المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته. هو كلام الله المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته. وأنا أرى والله أعلم أنه لا يحتاج إلى تعريف القرآن، لأنه لا يخفى معنى القرآن والمراد بالمصحف على أحد. المسألة الثانية عقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب الله. أقول اعلم رحمك الله تعالى أن عندنا عقيدتين: الأولى عقيدتنا في كلام الله، والعقيدة الثانية عقيدتنا في كتاب الله، وهاتان العقيدتان متلازمتان، فمن شكك في عقيدتنا في الكلام فسوف يشكك في عقيدتنا في القرآن، ومن وفقه الله للاعتقاد الصحيح في الكلام فسيوفقه الله للاعتقاد الصحيح في القرآن. فإذا هما عقيدتان متلازمتان. فما عقيدتنا في كلام الله أولا؟ أقول عقيدتنا في كلام الله جل وعلا مفصلة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن نعتقد الاعتقاد الجازم بأن الله متكلم بما شاء كيفما شاء متى شاء، هذا الأول، أن نعتقد أن الله متكلم بما شاء كيفما شاء متى شاء. قال الله جل وعلا: فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال الله جل وعلا: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وإن صفة الكلام من أعظم وأكبر وأوسع الصفات استدلالا أو دلالة في الكتاب والسنة، فكل آية فيها قال الله يقول الله كلها دليل على أن الله يتكلم، وكل آية فيها وناديناه وناداه كلها تدل على صفة الكلام. النقطة الثانية أن كلام الله بحرف وصوت يسمعه من يشاء، أن كلام الله بحرف وصوت، يعني إذا تكلم الله فإن كلامه مسموع وبحرف وصوت. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والمناجاة والنداء لا تكون إلا بأصوات مسموعة، لا تكون إلا بأصوات مسموعة. وإذا نادى الله يوم القيامة آدم أن يخرج بعث النار فإنه يناديه بصوت
مسموع، فإنه يناديه بصوت مسموع. فإذا الله جل وعلا تكلم بالقرآن فسمعه جبريل، لأن كلام الله بحرف وصوت يسمعه من يشاء، فليس هو الكلام النفسي كما تقوله الأشاعرة، انتبهوا. الأمر الثالث أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، يعني أنه صفة ذاتية باعتبار أصله، وصفة فعلية باعتبار آحاده. صفة ذاتية باعتبار أصله، وصفة فعلية باعتبار أفراده، صفة فعلية باعتبار أفراده. ثم ننتقل بعد ذلك إلى العقيدة الملازمة لهذه العقيدة، وهي أي عقيدة أيها الإخوان؟ عقيدتنا في كتاب الله. فماذا يعتقد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في القرآن؟ نقول يعتقد أهل السنة والجماعة في القرآن ثلاثة عقائد. العقيدة الأولى أن هذا القرآن الذي بين الدفتين كلام الله جل وعلا، كلام الله، هذه أول عقيدة، أن نعتقد أن القرآن كلام الله جل وعلا، أن القرآن كلام الله جل وعلا. والدليل على أن القرآن كلام الله قول الله جل وعلا في أول سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فإيش؟ فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني حتى يسمع كلام الله مشافهة، ولا حتى يتلى عليه القرآن؟ حتى يتلى عليه القرآن. فدل ذلك على أن القرآن كلام الله، كلام الله. العقيدة الثانية أن هذا القرآن منزل من الله غير مخلوق، أنه منزل غير مخلوق، لأن القرآن صفة من صفات الله، وليس في صفات الله شيء مخلوق. يقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول الله جل وعلا: حاميم، تنزيل الكتاب من الله. وأكثر سور حاميم كلها عقبت بماذا؟ أكثرها قيل بعدها: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وتنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقد أجمع أهل السنة على أن القرآن منزل غير مخلوق. وأجمع أهل السنة على أن من قال بأن القرآن مخلوق فإنه كافر، أجمع أهل السنة على أن من قال بأن القرآن مخلوق فإنه كافر. فإن قلت: ومن الذي قال إنه مخلوق؟ فنقول: إن أعظم من قاله من الطوائف هم المعتزلة الذين يصرحون بأن القرآن مخلوق. وقد حصل بسبب القول بخلق القرآن فتنة عظيمة، سوف يأتي شيء من تفاصيلها بعد قليل بإذن الله جل وعلا. العقيدة الثالثة في القرآن أن نعتقد الاعتقاد الجازم بأن القرآن من الله بدأ وإليه يعود. قولهم من الله بدأ، يعني أن الله أول من تكلم به، أول من تكلم به هو الله جل وعلا، فأول من ابتدأ الكلام بالقرآن هو الله. فإن قلت: وكيف ينسب إلى الله وقد نسبه الله إلى جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام؟ قال الله جل وعلا في سورة والشمس: إذا الشمس كورت، قال الله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم ذي قوة، يعني جبريل. فقال إنه، يعني القرآن، لقول رسول كريم. وفي سورة الحاقة يقول الله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم، ما هو بقول شاعر. ففي آية نسبه إلى أنه قول جبريل، وفي آية نسبه إلى أنه قول محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تقول إن الله أول من ابتدأ بقوله؟ الجواب: إن الكلام له نسبتان، نسبة إلى من ابتدأه، ونسبة إلى من بلغه، نسبة إلى من ابتدأه، ونسبة إلى من بلغه. فالكلام ينسب إلى الله نسبة تبليغ ولا نسبة أداء؟ ينسب إلى الله نسبة ابتداء، وينسب إلى جبريل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة تبليغ. فإذا نسبته إلى جبريل وإلى محمد ليست نسبة ابتداء، فليس أول من تكلم بالقرآن جبريل ولا محمد عليهم الصلاة والسلام، ولكنه ينسب إلى الله حقيقة نسبة ابتداء. قال ابن تيمية رحمه الله: فالكلام ينسب إلى من تكلم به ابتداء، لا إلى من تكلم به مؤديا مبلغا.
فإذا نسبته إلى جبريل وإلى النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي نسبة تبليغ. قولهم وإليه يعود، وإليه يعود، يعني أن هذا القرآن سيرفع من الصدور ومن السطور قبيل يوم القيامة، سيرفعه الله جل وعلا، سيرفعه الله جل وعلا. وهذا أصح التفاسير في قوله وإليه، وإليه يعود. وقد وردت جمل من الآثار الدالة على ذلك، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسرى، يسرى على كتاب الله ليلا فيصبح الناس ليس في الأرض ولا في جوف مسلم منه آية. وهو أثر، وهو حديث صحيح. ومثله أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنفس اللفظ. ووردت بعض الموقوفات والآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تدل على ذلك. فإذا دل على أن القرآن سيرفع في آخر الزمان إلى الله الدليل المرفوع والدليل الموقوف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شداد بن معقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم. فقال شداد بن معقل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينتزع وقد أثبتناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يسرى عليه في ليلة، يسرى عليه في ليلة، فلا يبقى في قلب عبد منه ولا في مصحف منه شيء، ويصبح الناس فقراء كالبهائم. ثم قرأ عبد الله: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وهذا الحديث إسناده إن شاء الله صالح. فإذا هذه عقيدتنا في كتاب الله جل وعلا. يقول الناظم: وقل القرآن كلامه منه ابتدأ وإليه يرجع آخر الأزمان، إياك والقول الخطير بأنه خلق كخلق الإنس والحيوان، واشدد يديك بما يقول إمامنا ذاك الفتى النحرير من شيباني. يعني الإمام أحمد رحمه الله وكلمته المأثورة عنه أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وكل ذلك مما اتفقت عليه كلمة المسلم، كلمة أهل السنة والجماعة، رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم، وهو الذي نعتقده بقلوبنا وننطقه بألسنتنا وندرسه لطلابنا في الحلقات والمدارس. ونسأل الله أن يقبضنا على هذا الاعتقاد الصحيح. المسألة التي بعدها، تكلم الشيخ في هذه المقدمة عن مسألة اللفظ والملفوظ، فما حقيقة هذه المسألة وما عقيدة أهل السنة والجماعة فيها؟ جاك النوم أبو راشد؟ يعني شوي بننتهي إن شاء الله. فما حقيقة هذه المسألة وما عقيدة أهل السنة والجماعة فيها؟ أقول: هذه المسألة تفهم بمقدمة، وهي أن المعتزلة في عهد المأمون والمعتصم والواثق بالله كانوا يستطيعون التصريح بمعتقدهم الفاسد في قولهم إن القرآن مخلوق، لأنهم قريبون من الحكام، وغالبا علماء السوء إذا اقتربوا من الحكام فإنهم يتقوون بسلطان الحاكم فيصرحون بمعتقداتهم الفاسدة، ظنا منهم أنه مستند إلى ركن شديد، ظنا منهم أنه مستند إلى ركن شديد، فكانوا يحملون الناس قهرا بالحديد والسيف والسياط والحبس والتعذيب على أن يقولوا بخلق القرآن. فأجابهم خلق كثير من العوام ومن العلماء، ولم يثبت في هذه الفتنة إلا من ثبته الله جل وعلا، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وبعض تلاميذه، وبعض العلماء أيضا ثبت. فمنهم من مات وهو ثابت على عقيدته بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ومنهم من أخذ بالرخصة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ومنهم من عرض فقال: أشهد أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه مخلوقة، ويقصد بهذه مخلوقة يعني
أصابعه. واضح يا جماعة؟ فثبت الإمام أحمد رحمه الله لم يأخذ بالرخصة ولم يجز لنفسه أن يعرض، لأن المسألة متعلقة بعقيدة أمة، بعقيدة أمة، والناس ينظرون ماذا يفعل الإمام أحمد وماذا يقول الإمام أحمد رحمه الله. فصبر على الابتلاء وصبر على السجن والتعذيب، ومات المأمون وهو لا يزال في السجن، ثم خلفه المعتصم وزيد في عذاب الإمام أحمد، ومات المعتصم والإمام أحمد لا يزال في السجن، وكذلك خلفهم الواثق بالله جل وعلا ولا يزال في تعذيب الإمام أحمد، حتى كشف الله المحنة عن أهل السنة بالمتوكل على الله رحمه الله، فطرد المعتزلة من بلاط الحكام، من بساط الحاكم ومن قصور الحكم، وطردهم من مناصبهم، وجاء وقرب أهل السنة إليه وأدخلهم في قصره وصار حاشيته أهل السنة. فعاد المعتزلة كالفئران، دخلوا في جحورهم مرة أخرى، وعادت الهيبة والكلمة لأهل السنة والجماعة رحمهم الله. فلم يستطع المعتزلة في عهد المتوكل على الله أن يصرحوا بما كانوا يصرحون به من عقيدتهم في القرآن في عهد الخلفاء، في عهد الأمراء الثلاثة. فقال المعتزلة في اجتماع بينهم حضره الشيطان فيما أظن والله أعلم، قالوا: لا بد أن نختار كلمة ننفث بها ما في صدورنا من عقيدتنا، وتكون كلمة مجملة تحتمل الحق والباطل، فنحن نعني بها الحق، فنحن نعني بها معتقدنا، وإذا ألزمنا أهل السنة بشيء بينا لهم أننا لا نريد حقيقة باطلها وإنما نريد المعنى الحق فيها. فبحثوا عن كلمة تيسر لهم ذلك، فقالوا: وجدناها، فلنقل للناس ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. ألفاظنا، ما قالوا القرآن مخلوق، قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فإذا أول من تكلم بقولهم ألفاظنا بالقرآن مخلوقة من هم؟ المعتزلة. وسبب ذلك عدم قدرتهم على التصريح بعقيدتهم في القرآن بأنه مخلوق، فاختاروا هذه الكلمة المجملة. لما سمع بعض أهل السنة المتعجلين، من المتعجلين من أهل السنة، أن المعتزلة نطقوا بهذه الكلمة، لم ينقدح في ذهنه إلا المعنى الباطل فيها، فعارضهم بعكس كلمتهم فقال: بل ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. إذن عندنا كلمتان: كلمة تفوه بها المعتزلة وهي ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وكلمة تفوه بها بعض المتعجلين من أهل السنة ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. لما عرضت الكلمتان على الإمام أحمد رحمه الله حكم فيهما الإمام بكلمته المشهورة بقوله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يعني معتزلي، لأن المعتزلة من الجهمية، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فإذا لا يجوز إطلاق القول نفيا ولا إثباتا مطلقا في هذه الكلمة، لا يجوز لنا أن نطلق أن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة من غير تفصيل، ولا يجوز لنا أن نقول إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة من غير تفصيل. قالوا: لماذا؟ نقول: لأن كلا اللفظتين مجملة، لأن كلا اللفظتين مجملة، واللفظ المجمل هو اللفظ الذي يحتمل الحق والباطل. والمتقرر عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله أن الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، بل هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. ولذلك لا بد أن نفصل بين الحق والباطل ونميز بينهما في كلا الكلمتين، في كلا الكلمتين. ووجه الإجمال فيهما أن كلمة لفظي مصدر، لفظ يلفظ لفظا، فكلمة لفظي مصدر، والمصدر يصدق على الفاعل ويصدق على المفعول، يصدق على الفاعل
يعني يصدق رجوعه على الفاعل ويصدق رجوعه على المفعول. فبما أن لفظي في كلا الكلمتين مصدر، والمصدر يصدق رجوعه على الفاعل ويصدق رجوعه على المفعول، فإذا نحن لا ندري عن من قال بأن لفظي بالقرآن مخلوق، أيقصد الفاعل الذي هو المخلوق أم يقصد المفعول الذي هو كلام الله؟ انتبهوا يا جماعة، نأخذها واحدة واحدة حتى يتضح الكلام. من قال لفظي بالقرآن مخلوق، نقول تعال، ماذا تقصد بلفظي؟ أتقصد صفتك أنت مما يرجع إليك أنت من صوتك، نبرات صوتك وحركة شفتيك وحركة لسانك وحركة لهاتك وحبالك الصوتية، هذه لفظك أنت. هل تقصد لفظي بالقرآن مخلوق ما يرجع لك أنت؟ فهذا حق، لأن هذه الأشياء من صفات المخلوق. لكن إذا كنت تقصد لفظي يعني الملفوظ الذي هو كلام الله وهو ما تلفظت به، فإن هذا باطل، لأن ما تلفظت به هو كلام الله، ولا يخرج عن كونه كلام الله كونك نطقته بلسانك، فهو كلام الله وإن نطقناه بألسنتنا وإن حفظناه في صدورنا أو كتبناه في صحفنا، فلا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله جل وعلا. فإذا كنت تقصد بلفظي بالقرآن مخلوق ما يرجع لك أنت فهو حق، وإن كنت تقصد به ما يرجع إلى كلام الله وهو القرآن فهو باطل. فإذا التلاوة مخلوقة والمتلو والمتلو غير مخلوق، القراءة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، الكتابة كتابة القرآن الكتابة مخلوقة لأنها فعل العبد كتاب مخلوقة، والمكتوب إيش؟ غير مخلوق. إذن إذا قلت لكم اسمعوا، قل هو الله أحد، أنت الآن سمعت مخلوقا وغير مخلوق، أنت سمعت مخلوقا وغير مخلوق، كيف هذا؟ قل هو الله أحد، من يفصل لي؟ أنت سمعت مخلوقا وغير مخلوق، أنت سمعت مخلوقا الذي هو إيش؟ صوتي الذي يرجع لي، أنا أديت القرآن بإيش؟ بصوتي، فصوتي أنا مخلوق، لكنك سمعت غير مخلوق الذي هو إيش؟ الذي هو كلام الله، الذي هو كلام الله. ولذلك يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في أرجوزته الجميلة البديعة الرائعة، يقول: فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. عرفت وجه الإجمال في قوله لفظي بالقرآن مخلوق؟ فإذا نحن ما نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا. اعكس الأمر في الكلمة الثانية في قولهم ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، فيها حق وباطل. ما الحق الذي فيها؟ لفظي بالقرآن غير مخلوق، ما الحق الذي فيها؟ الحق الذي فيها هو إن كان يقصد ما يرجع إلى الله جل وعلا، ما يرجع إلى كلام الله، إن كان يقصد بلفظي يعني الملفوظ غير مخلوق فهذه حق، لأن الملفوظ هو كلام الله جل وعلا. وأما إن كان يقصد ما يرجع إليه هو فهذه بدعة، إذ كيف تزعم أن فيك شيئا من صفاتك غير مخلوق؟ فأنت ذاتا وصفاتا كلك مخلوق، فكيف تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق وأنت تقصد صوتك وحركات لهاتك وحنجرتك وتحرك حبالك الصوتية؟ هذه تقول أنها غير مخلوقة، هذه بدعة. ولذلك سبحان الله، أنا أتعجب من سرعة فهم الإمام أحمد رحمه الله لمثل ذلك، لأنه أجابهم مباشرة، أجابهم مباشرة، وذلك لرسوخه في علم الكتاب والسنة، ومثلنا لا يتكلم عن علم الإمام أحمد. فإذا كلا الكلمتين ممنوعة لأنهما مجملتان، والمجمل لا يقبل إلا بعد
الاستفصال. انتم معي يا جماعه ولا لا؟ انتم فاهميني ولا بخليني اذا الصبح ازعق بس؟ ها ايه ولا لا؟ ها شوي شوي تفهم معي، لكن مساله اللفظ والملفوظ واضحه. يعني انا بسالكم، القراءه مخلوقه ولا لا؟ والمقروء، التلاوه، والمتلو، الكتابه، طيب وش المشكله؟ والمتلو. ولذلك يمكن تسمع تلاوه واحد من الناس تقول يا اخي تلاوته ما هي بطيبه. سبحان الله، انت الان تقدح في القران ولا تقدح في التلاوه؟ لو كان المقصود كلام الله كان قدحك كفرا، لكنك تقدح فيما يرجع إلى العبد، تقدح فيما يرجع إلى إيش؟ إلى العبد. أنتم معي ولا لا؟ فإذا كان المقصود بما يرجع لك فهذا له حكم، وإذا كان المقصود ما يعود إلى ذات كلام الله جل وعلا فهذا له حكم آخر. ومن لا اكتب سؤالك، ارجوك في اخر كل درس سوف نجيب عن الاسئله ان شاء الله. ثم ومن المسائل ايضا في هذه القطعه التي قراناها، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملا من الاقوال المبتدعه في كلام في 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 كلام الله جل وعلا، جملا من الاقوال المبتدعه منسوبه الى اصحابها رحمه الله بعباره رشيقه. فذكر أولا قول الفلاسفة والباطنية أو القرامطة، نعم الصابئة، لا هؤلاء ولا هؤلاء، ذكر قول الفلاسفة والصابئة. أما الفلاسفة فهم أقوام يدعون أنهم يتكلمون في حقائق الأشياء بالحكمة، وهم والله لا حكماء ولا علماء، بل هم إما مخرفون وإما مجانين، لأنهم يتكلمون في الإلهيات بقواعد لا تسمن ولا تغني من جوع، فقواعدهم كلها مخالفة للمنقول ومناقضة للمعقول. فإذا هم أقوام يدعون أنهم يتكلمون في حقائق الأشياء ويزعمون أن للأشياء باطنا وظاهرا، فالظاهر يفهمه الجميع، وأما الأمور الباطنة فإنه لا يفهمها إلا خواصهم. وأما الطائفة الثانية فهي في قوله والصابئة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصابئين. فقال قوم من أهل العلم في تعريفهم: هم قوم من أهل الكتاب، فجعلوا الصابئة من جملة أهل الكتاب. وقال آخرون: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى، هم قوم يشبه دينهم دين النصارى، إلا أن قبلتهم تختلف عن قبلة النصارى. وقال آخرون: هم قوم تركب دينهم بين اليهودية والمجوسية. وقال قوم من السلف في تعريف الصابئة: إنهم قوم كانوا يعبدون الملائكة. ومنهم من قال إن الصابئة هم القوم الذين بعث إليهم نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد كانوا يعبدون الأفلاك والكواكب والنجوم ويضعون لها الهياكل في الأرض. ولكن الذي نجزم به أن من الصابئة من هو على التوحيد والإيمان، لأن الله جل وعلا قال: إن الذين هادوا، إلى أن قال: والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. فإذا هم منهم طائفة قد آمنوا بالله واليوم الآخر. فإذا ليسوا كلهم كفرة، بل نجزم جزما بأن منهم أقواما أو قوما أو طائفة على التوحيد. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الصابئة نوعان، صابئة حنفاء وصابئة مشركون. فالحنفاء من كان متبعا لشريعة التوراة والإنجيل قبل النسخ والتحريف والتبديل، وهؤلاء حمدهم الله تعالى وأثنى عليهم. وأما الصابئة المشركون
فهم قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون، فهم يعبدون الروحانيات العلوية، يعني التي يعتقدون أنها ملازمة للكواكب والأفلاك. طيب ماذا يقول الفلاسفة والصابئة في كلام الله؟ يقولون إن معنى كلام الله هي تلك الفيوضات التي تفيض من الله على عباده، هي تلك الفيوضات التي يفيضها الله على عباده. معنى الفيوضات يعني الشيء الذي يطرح أو الشيء الذي يخرج من شيء إلى شيء، كقولك فاض النهر، بمعنى أنه امتلأ وبدأ يفيض من جوانبه. فكلام الله جل وعلا لا يخرج منه على طريقة كلام له حروف وأصوات، لا عند هؤلاء، وإنما يخرج منه على شكل فيوضات، على شكل فيوضات. فهؤلاء يعتقدون أن الوحي ليس بكلام، وإنما وحي الله عبارة عن فيوضات، فيوضات تفيض من الله على عباده. ومن الجدير بالذكر أن هاتان، أن هاتين الطائفتين، عفوا، أن الفلاسفة ومن سار على منهجهم كابن سينا والفارابي وإخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا وغيرهم من أهل البدع، يعتقدون أن تلك الفيوضات تحصل بها النبوة ولو نزلت على غير نبي، فهم يعتقدون أن باب النبوة لم يغلق وإنما لا يزال مفتوح، لا يزال مفتوحا، وكل أحد يستطيع أن يكون نبيا إذا حلت عليه تلك الفيوضات وكانت نفسه محلا صالحا لقبولها. فلذلك كفر العلماء ابن سينا، كفر العلماء ابن سينا، ها، لأنه يعتقد أن باب النبوة لم يغلق، فهو مكذب لقول الله جل وعلا وخاتم النبيين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي، لا نبي بعدي. فإذا هو يعتقد هذا الاعتقاد، فكفره العلماء من أجل ذلك. فإذا هذا أول مذهب ذكره الشيخ، وهو أن كلام الله عبارة عن جملة فيوضات فاضت من الله على عباده، وهذا باطل، لأن هذا الوحي إنما هو كلام الله، كلام الله، فتكلم الله به حقيقة، وسمعه جبريل حقيقة، وأنزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا نزل به الروح الأمين، ها، وإنه لتنزيل. شوف كيف هذا سند القرآن. إذا قيل ما سند القرآن، اقرأ هذه الآيات، هذا سند القرآن. السند هو وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه عقيدتنا، هذه عقيدتنا في كلام الله جل وعلا وكتابه. الطائفة الثانية طائفة المعتزلة، ذكرهم الشيخ، قال والمعتزلة، وهم أتباع واصل بن عطاء، والمعتزلة سيتكرر علينا ذكرهم في بعض المواضع من هذه الرسالة المباركة، هم أتباع واصل بن عطاء، وسموا معتزلة لأنهم اعتزلوا، لأن رئيسهم اعتزل حلقة الحسن البصري رحمه الله تعالى. ماذا يعتقد المعتزلة في كلام الله؟ المعتزلة ينفون صفة الكلام عن الله نفيا كاملا، ينفون صفة الكلام عن الله، بل ينفون جميع الصفات عن الله. فالمعتزلة إنما يثبتون لله جل وعلا فقط الأسماء، وأما الصفات فإنهم ينفونها. ومن جملة الصفات التي نفوها كلام الله، فيقول الله لا يتكلم، لا يتكلم. ولذلك جاء بعض المعتزلة إلى بعض القراء فقال أفلا قرأت وكلم الله موسى تكليما؟ لا تقل وكلم الله، وإنما قل كلم الله، حتى يكون موسى هو المتكلم مع الله، فينفون عن الله صفة الكلام. فقال هبني يا أحمق وافقتك في هذه الآية، فكيف نفعل بقول الله جل وعلا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه لا تحتمل، لا تحتمل التأويل. فهم ينفون صفة الكلام عن الله. طيب إذا ما عقيدتهم في القرآن؟ لما اختلت عقيدتهم في الكلام اختلت عقيدتهم في القرآن، عقيدتان متلازمتان. فماذا يعتقدون في القرآن؟ قالوا إن القرآن ليس هو كلام الله بل هو مخلوق، القرآن مخلوق.
فهم يعتقدون أن كلام الله جل وعلا إذا أراد الله أن يتكلم، المعتزلة يقولون إذا أراد الله جل وعلا أن يتكلم فإنه يخلق كلامه في بعض مخلوقاته، ولذلك يقولون لما كلم الله موسى، انتبه، خلق الله كلامه في الشجرة، فالشجرة هي التي قالت يا موسى إنني أنا الله رب العالمين، والشجرة عند المعتزلة، والشجرة هي التي قالت ها يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، لم يقل الله ذلك عند المعتزلة، لأنهم يقولون إذا أراد الله أن يتكلم فإنه يخلق كلامه في بعض مخلوقاته، وهذا المخلوق هو الذي يعبر عن كلام الله، هو الذي يتكلم على عن الله جل وعلا، هذا هو عقيدتهم في القرآن وفي كلام الله جل وعلا. ولذلك يقولون إن القرآن مخلوق، إن القرآن مخلوق، خلقه الله جل وعلا في نفس جبريل، ثم جبريل أنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإني أحذركم من تفسير الكشاف للزمخشري، فإنه يدس تلك الاعتزاليات وتلك العقيدة الباطلة في ثنايا تفسيره دسا لا يستطيع أن يستنبطه أحد أو لا يطلع عليه أحد، فتمر على العقيدة الفاسدة، وقد عبر عنها ببلاغة وفصاحة عجيبة جدا حتى يعمي عليك حقيقة مراده، فاحذروا من هذا الكتاب وانتبهوا له. فإذن هم يقولون إن القرآن خلقه الله في نفس جبريل، كما خلق كلامه لموسى في الشجرة، سبحان الله، كما خلق كلامه لموسى في الشجرة، فالشجرة هي التي كانت تتكلم بكلام الله جل وعلا، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الطائفة الرابعة التي ذكرهم الشيخنا قال والجهمية، وهم أتباع الجهم بن صفوان، وهم ينكرون باب الأسماء والصفات جملة وتفصيلا، فلا يصفون الله بصفة ولا يسمونه باسم، فلا يثبتون لله جل وعلا لا اسما ولا صفة، وبناء على ذلك فهم ينكرون أن يكون القرآن كلام الله، وأن إضافة القرآن إلى الله أو إضافة الكلام إلى الله إنما هي إضافة مجازية لا إضافة حقيقية، لا إضافة حقيقية. والطائفة الخامسة التي ذكرها الشيخ قال والكلابية والأشعرية، الطائفة الخامسة والسادسة قال الكلابية والأشعرية، الكلابية هم أتباع عبد الله بن كلاب، والأشعرية هم أتباع أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وقد اتفقت الطائفتان الكلابية والأشعرية على نفي الصفات الاختيارية والفعلية لله جل وعلا، فهم لا يصفون الله جل وعلا بشيء من الصفات الاختيارية، وبناء على ذلك فهم ينفون أن يكون القرآن كلام الله جل وعلا. والأشعرية تعتقد في الكلام في كلام الله أنه الكلام النفسي، فقول الأشعرية يؤول إلى قول المعتزلة بأن جبريل لم يسمع القرآن من الله، وإنما الله خلق القرآن في نفس جبريل، فإذا قول الأشاعرة في القرآن يرجع في نهايته إلى قول المعتزلة، فهم يعتقدون أن القرآن ليس كلام الله حقيقة، ولكنه حكاية عن كلام الله وعبارة عن كلام الله عن كلام الله. وكل هذه الطائفة طوائف ضالة. أنتم ترون أن هذه الطوائف يجمعها شيء واحد ولا لا؟ يجمعها أن القرآن مخلوق، فالفلاسفة والصابئة والمعتزلة والأشاعرة وهؤلاء كلهم منهم من صرح تصريحا بأن القرآن مخلوق، ومنهم من قوله يؤول إلى أن القرآن مخلوق. فإذا لابد أن نتكلم عن أدلة من قال بأن القرآن مخلوق ولو شيئا منها، حتى نعرف وجه قولهم هذا ونعرف كيف الرد عليه. أقول لقد استدل من قال بأن القرآن مخلوق بجمل من الأدلة، ولو جعلنا هذا في مسألة خاصة مستقلة لكان أفضل. بماذا استدل من قال بأن القرآن مخلوق يا شيخ محمد؟ نقول استدل من قال بأن القرآن مخلوق بجمل من الأدلة. الدليل الأول
قالوا: نحن نستدل عليكم بقول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، والقرآن شيء من الأشياء. الآن هذا المنديل شيء ولا لا؟ إذن هو مخلوق. هذا الكرسي شيء ولا لا؟ إذن هو مخلوق. القرآن شيء من الأشياء ولا لا؟ نعم هو شيء من الأشياء، إذن هو مخلوق. فما الذي أخرجه عن عموم الله خالق كل شيء؟ فهم يستدلون بعموم هذه الآية. ومن عجائب القدرية المعتزلة هؤلاء أنهم يحافظون على عموم هذه الآية في البدعة، ويخرجون عن مقتضى العموم في الحق، فهم يدخلون القرآن في هذا العموم ويخرجون أفعال العباد من هذا العموم. سبحان الله، الله كتب لهم الخسارة والتناقض. الله خالق كل شيء، القرآن ما يدخل فيه بالإجماع، وإنما لا يدخل فيه إلا من يصلح أن يكون موصوفا بأنه مخلوق. والقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وليس شيء من الله لا ذاتا ولا صفاتا يصح أن يوصف بأنه مخلوق. بل إننا نطلق على الله أنه شيء. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله. فالله هو أكبر الأشياء وأعظم الأشياء جل وعلا. أفيدخل الله في عموم قوله الله خالق كل شيء؟ جواب: لا. فالله ذاتا وصفاتا لا يدخل في هذا العموم، والقرآن صفة من صفات الله. ولذلك لما جاء رجل للإمام أحمد قال: يا إمام، إنهم يقولون إن القرآن مخلوق، قال: أوليس القرآن من علم الله؟ قال: نعم. قال: أوليس هو كلام الله؟ قال: نعم. قال: أفيكون علمه وكلامه مخلوقا؟ أفيكون علمه وكلامه مخلوقا؟ ولذلك يقول الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. فالقرآن تدخله تحت أي شيء؟ الخلق ولا الأمر؟ الأمر. فالقرآن من أمر الله، من كلام الله، ولا يدخل تحت الخلق. ولا يجمع. المعتزلة يستدلون بهذا العموم على دخول القرآن. طيب، وأفعال العباد أليست شيء؟ الجواب: شيء. طيب، إذن الحمد لله، الله خالق كل شيء يدخل فيها أفعال العباد؟ قالوا: لا، أفعال العباد تخرج من هذا العموم. فأدخلوا ما لا يجوز إدخاله في هذا العموم بالإجماع، وأخرجوا منه ما يجب بقاؤه تحت دائرة العموم وحكم العام بالإجماع. هذا تناقض عجيب. فإذا لا حق لهم في هذه الآية. ولذلك يقول الله جل وعلا عن ملكة بلقيس: وأوتيت من كل شيء. هل أوتيت كل شيء؟ الجواب: لا، وإنما أوتيت من كل شيء يصلح للملوك. أوتيت من كل شيء يصلح للملوك. وش اللي يصلح الملوك؟ قصور، سيارات فارهة، مراكب طيبة، فرش، أي أوتيت من كل شيء يصلح للملوك. وكذلك قول الله جل وعلا عن ريح عاد: تدمر كل شيء. هل دمرت السماوات؟ هل دمرت الأرض؟ هل دمرت الجبال؟ بل هي ما دمرت حتى البيوت، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فإذا هذه الأشياء ما دخلت في هذا العموم. فما الذي يدخل في عموم تدمر كل شيء؟ كل شيء أمرت بتدميره. فإذا كذلك قوله الله خالق كل شيء لا يدخل فيه كل شيء، وإنما يدخل فيه ما يصلح أن يكون مخلوقا. والقرآن لا يصلح أن يكون موصوفا بأنه خلق، لأنه من كلام الله، وكلام الله لا يجوز أن يوصف بأنه مخلوق، ولأن القرآن من علم الله، وعلم الله لا يصح أن يوصف بأنه مخلوق. إذن هذه الآية لا تدل على شيء من ذلك أبدا. ومن أدلتهم التي يدندنون حولها كثيرا، يستدلون بقول الله جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا. إنا جعلناه قرآنا عربيا. ويعتقد المعتزلة الأوباش الحمقى بأن كلمة جعل تفيد معنى خلق. جعلناه بمعنى خلقناه، خلقناه. ولا يفهم المعتزلة الأعاجم الطماطم الأغبياء من كلمة جعل إلا أنها تفيد خلق. جعل بمعنى خلق، وليس لجعل معنى آخر عندهم أبدا. والرد على ذلك أن نقول: إن جعل في اللغة العربية لها معنيان، تأتي بمعنى خلق، وتأتي بمعنى صيّر. صيّر، خلق وصيّر. وما الضابط في التفريق بينهما؟ الضابط
هو التعدي، فإذا كانت جعل لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد فتكون بمعنى خلق، كقول الله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني وخلق الظلمات والنور، لأن جعل هنا لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. وأما إذا كانت تتعدى إلى مفعولين فإنها لا تكون إلا بمعنى صيّر، وذلك في لغة العرب التي نزل بها القرآن، نزل بها القرآن، كقول الله جل وعلا: فجعلناها نكالا، فجعلناها نكالا لما بين أيديها وما خلفها. إيش معنى فجعلناها هنا؟ أي صيرناها، مو بخلقناها لأنها مخلوقة من قبل، لكن الله دمرها فجعلها، يعني صيرها هباء منثورا ونكالا، أي عبرة وعظة لما يأتي بعدها. فجعلناها نكالا، فالمفعول الأول هو الضمير والمفعول الثاني هو نكالا. كذلك قول الله جل وعلا، انتبهوا يا جماعة: وجعلوا الملائكة، الملائكة هي المفعول الأول، الذين هم عباد الرحمن إناثا، وإناثا هو المفعول الثاني. هل بالله عليكم جعل تكون بمعنى خلق هنا؟ وخلقوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا؟ أعوذ بالله، ما في أحد يزعم أنه هو الذي خلق الملائكة، فلا تأتي جعل هنا إلا بمعنى صيّر، يعني أنهم وصيّروا، يعني اعتقدوا أن الملائكة الذين خلقهم الله صيّروهم إناثا. ومثل ذلك قول الله جل وعلا، ومثل ذلك قول الله جل وعلا: فجعلهم كعصف مأكول، أي صيّرهم كالعصف المأكول، كالعصف المأكول. ومن ذلك قول الله جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا، قرآنا عربيا، فالمفعول الأول هو قرآنا والمفعول الثاني عربيا. فإذا هذه جعلت تعدت إلى مفعولين، المفعول الأول هو الضمير والمفعول الثاني ها يا جماعة قرآنا عربيا، المفعول الأول هو الضمير والمفعول الثاني قرآنا عربيا. فإذا جعل هنا تعدى إلى مفعولين فتكون معناها صيّر لا خلق، وهذا ما أجمع عليه علماء أهل السنة والجماعة. فإذا قول المعتزلة إن جعل هنا بمعنى خلق قول مخالف للمتقرر عند أهل السنة وللمتقرر عند العرب الذين نزل القرآن بلسانهم. ومن أدلتهم أيضا، وأنا خصصت الأدلة المشهورة التي دائما يدندنون حولها وهي من القرآن، وأما الأدلة العقلية فهذه كثيرة ولن نتكلم عن شيء منها. يقولون في قول الله جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث. والمعتزلة يفهمون من كلمة محدث، يفهمون منها إيش؟ أي مخلوق. ولا يفهم المعتزلة من كلمة محدث إلا هذا، والجواب عن ذلك أن هذا فهم مخالف لفهم أهل السنة والجماعة، فإن العلماء مجمعون من أهل السنة والجماعة على أن محدث هنا بمعنى الشيء الجديد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم جديد، لأن القرآن كان ينزل منجما حسب الحوادث، فكلما نزل لهم قرآن جديد يعني محدث جديد استمعوه وهم يلعبون، فلا يعطونه حقه من الاستماع والإنصات والإيمان والاتباع. نعم، كقول الله جل وعلا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث لنبيه ما شاء، وإن مما أحدث لنبيه ألا تكلموا في الصلاة، يعني أنه يوحي لنبيه بشرائع جديدة، يحدث يعني يوحي لنبيه بشرائع جديدة، وإن مما أحدثه من الشرائع الجديدة أنه لا يجوز أن نتكلم في الصلاة، لأن الأمر الأول كانوا يجوز لهم أن يتكلموا في صلاتهم، ثم نسخ ذلك إلى حرمة الكلام. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله:
المحدث في الآية، المحدث في الآية هو المخلوق، عفوا، المحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهمي، ولكنه الذي نزل جديدا، فإن الله كان ينزل القرآن شيئا بعد شيء، فالمنزل أول هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخرا، وكل ما تقدم على غيره فهو في لغة العرب وكل ما تقدم على غيره فهو في لغة العرب قديم، وما جاء بعده فهو محدث، فهو محدث. هذه جمل من أدلتهم على ذلك. ومن المسائل في هذه القطعة أيضا، لو سألتني وقلت ما الدليل على أن كلام الله بحرف، ما الدليل على نسبة الحرفية لكلام الله جل وعلا، ما الدليل على أن كلام الله بحرف، أقول هو ما قاله العلماء رحمهم الله تعالى واستدلوا به في قول الله جل وعلا: ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، حاميم عين سين قاف. هذه حروف ولا ليست أحرف؟ الجواب نعم، وهي كلام من؟ كلام الله. إذن كلام الله بحرف، لأن هذه حروف وقد تكلم الله جل وعلا بها. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، في صحيح الإمام مسلم، اي نعم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا ملك، هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل ملك فقال: هذا ملك من السماء نزل لم ينزل قط إلا اليوم. فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. والفاتحة وأواخر سورة البقرة كلام الله، وقد وصفه الملك بأنه حروف، فإذا كلام الله بحرف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فلكم بكل حرف منه حسنة، بحرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم، وميم حرف. مسألة: هل كلام الله يتفاضل؟ هل القرآن يتفاضل؟ هل القرآن يصح أن نصفه بأنه يتفاضل؟ الجواب: هذا سؤال مجمل يحتاج إلى تفصيل. فإن كان المقصود بالتفاضل هو التفاضل باعتبار المعاني والدلالة، فلا جرم أن بعض القرآن أفضل من بعض، فما تدل عليه آية الكرسي أفضل مما تدل عليه آية الدين، ولذلك هي أعظم آية في القرآن بالإجماع. والمعاني العظيمة التي تتضمنها سورة الفاتحة ليست كالمعاني التي تتضمنها سورة أخرى، ولذلك أجمع العلماء على أن الفاتحة أعظم سور القرآن، وكذلك أجمع العلماء على أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فإذا القرآن يتفاضل باعتبار الدلالة والمعاني. وأما إن كان المقصود بالتفضيل التفاضل بين آيات القرآن باعتبار المتكلم بها، فهذا باطل، لأن المتكلم بالقرآن من أوله إلى آخره واحد، وهو الله، وهو الله جل وعلا، وهو الله جل وعلا. وهذا ما نعتقده بقلوبنا وننطقه بألسنتنا. هذه خلاصة الكلام على القطعة الأولى، وننتقل منها إلى القطعة الثانية. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام على هذه القطعة التي ذكرها الشيخ في جمل من المسائل. المسألة الأولى: ما الحكمة من إنزال القرآن أصلا؟ المسألة الأولى: ما الحكمة من إنزال القرآن؟ الجواب:
لقد ذكر العلماء أن القرآن مقاصد إنزال القرآن ثلاث مقاصد. المقصود الأول أن أنزل الله كتابه لتلاوته بالألسنة، لتلاوته بالألسنة. يقول الله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ويقول الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. وقد وردت الأدلة الكثيرة المرغبة في الإكثار من تلاوته، والتي ستأتينا إن شاء الله في آخر الرسالة في بيان جمل من أحكام القرآن الكريم إن شاء الله. المقصود الثاني من مقاصد إنزاله التدبر والتعقل بالقلوب، تدبره وتعقله بالقلوب. يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال الله جل وعلا في آيتين من سور القرآن، إحداهما في محمد والثانية في النساء: أفلا يتدبرون القرآن. وقد عاب الله جل وعلا على أقوام يقرؤون ولا يتدبرون، فقال الله جل وعلا: أفلا يعقلون، أفلا يعلمون. وكل ذلك من باب ذم من يقرأ ولا يتدبر. المقصود الثالث العمل بالقرآن، العمل بالقرآن. يقول الله جل وعلا: فمن اتبع هداي أي كلامي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فنحشره يوم القيامة يعني. قال ابن عباس وغيره من السلف رحمهم الله ورضي عنهم: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخر. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان أنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فإذا العمل بالقرآن من أعظم مقاصد إنزاله، وتدبره وسيلة للعمل، وقراءته وسيلة للتدبر. فعندنا وسيلتان ومقصود. أما قراءته باللسان فهي وسيلة لنزوله في القلب وتدبره، المقصود الثاني. أما تدبره وتعقله بالقلب فوسيلة للمقصود الثالث، وهو العمل بالقرآن، وهو العمل بالقرآن. ولذلك محط السؤال يوم القيامة عن ماذا؟ عن العمل بالقرآن. الذي يعمل بالقرآن سوف تحصل له النجاة، وأما من يهمل العمل بالقرآن فإنه من الهالكين الخاسرين. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا عملت بما فيه، وحجة عليك إذا لم تعمل بما فيه. ومن العمل بالقرآن الاستشفاء به والتحاكم إليه. واضح يا جماعة؟ المسألة الثانية: اعلم رحمك الله أن القول الذي استقرت عليه كلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عدد سور القرآن هو ما اختاره المصنف وقرره، أنه 114 سورة. هذا هو القول الحق في هذه المسألة، وقد انقطع الخلاف بين الأمة بعد وفاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: وهل ثمة خلاف في هذا في عصر الصحابة؟ فأقول: نعم، فإن ابن مسعود عدد آيات السور في مصحفه 112 سورة فقط، بقي كم من 114 سورتان وهي المعوذتان. فإن المنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يعتقد أنها تدخل من جملة سور القرآن، وإنما هما كلام أنزله الله جل وعلا على نبيه من باب تعويذه، من باب التعويذ به. وقد روي عن ابن مسعود أنه كان يحك المعوذتين من المصاحف إذا رآها، لأنه لا يعتقد أنها من جملة سور القرآن، سور القرآن. والصحابي الثاني أبي بن كعب رضي الله عنه، فعدد سور القرآن في مصحف أبي 116 سورة. كم زاد؟ سورتان، وهي سورة
الحفد، وهي التي نقولها دائما في احيانا في الوتر: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونتوكل عليك ونؤمن بك، اللهم إنا قال ونخلعك ونطرح من يكفرك. أنا لا أحفظ الحق كثيرا لأنها ليست بقرآن عندنا. فالمهم أنهما سورتان عند أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نرجع مرة أخرى إلى مسألة ابن مسعود، هل فعلا كان ابن مسعود يحك المعوذتين من المصاحف؟ أقول والله لقد بحثنا في النقل عن ابن مسعود في ذلك فوجدناه ضعيفا لا يصح، لا يصح عن ابن مسعود المنقول أنه كان يحك المصاحف. ففي حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتاب الله. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه، ولكن رواه من طريق أبي إسحاق السبيعي والأعمش، وأنتم تعرفون أن إسحاق والأعمش كلاهما مدلس، وإن كان من رجال الصحيح ولكن حكم العلماء بأنهما مدلسان. وقد روي هذا الحديث بالعنعنة، وأنتم تعرفون أن القاعدة المتقررة في رواية المدلسين أن روايتهم موقوفة على السماع، فإذا عنعن المدلس روايته فإننا لا نقبلها، فإذا هذا النقل ضعيف، فإذا هذه الرواية معلولة بعنعنة أبي إسحاق السبيعي والأعمش الذي هو سليمان بن مهران. ولذلك فقد أنكر الإمام ابن حزم والإمام النووي والباقلاني ثبوت شيء من ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى ضعف هذه الروايات المنقولة عن ذلك. ويؤيد ضعف هذه الروايات، انتبهوا يا جماعة، من حك ابن مسعود للمصاحف وعدم وإنكاره لأن تكون المعوذتين من جملة المصاحف، يدل على بطلان هذه الرواية أن الصحيح عن ابن مسعود أن القراءة المنقولة عنه والتي رواها عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود، هذه القراءة فيها إثبات المعوذتين، وهي قراءة عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود، وفيها أم القرآن التي هي الفاتحة والمعوذتان، قاله ابن حزم رحمه الله في المحلى. فإذا هذا من النقل الذي لا يثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. واضح يا جماعة هذا؟ ولكن على افتراض صحة النقل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه لا عبرة بأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت علي الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنهما من جملة الآيات التي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم، إذن هما من جملة القرآن ولا شأن لنا بخلاف أحد. هذا فيما لو ثبت الخلاف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ثبت الخلاف عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن لم يثبت الخلاف عن ابن مسعود في ذلك، لم يثبت الخلاف عن ابن مسعود في ذلك. وأما سورة الخلع والرفد المنقولة عن أبي بن كعب، وسميت سورة الخلع لأنه قال: ونخلع من يكفرك. وأما سورة الحفد فقوله: وإليك نسعى ونحفد، فكانت سورتان قد نزلت من القرآن ولكنهما نسختا، كانتا من القرآن ولكنهما نسختا. طبعا نسختا لفظا ولم ينسخ حكما، لأن ما ثبت فيهما كله مما نقر به. فإن قلت وما الدليل على أنهما كانتا من القرآن، نقول العلماء رحمهم الله نصوا على ذلك، فقد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله في الدر المنثور أن سورة الخلع أو الخلع والحفد كانتا من جملة السور التي أنزلها الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانتا سورتين كل سورة منهما ببسملة خاصة وفواصل، إحداهما تسمى سورة الخلع
والثانية تسمى سورة الحفد، وقد نسختا ولكن لم يبلغ النسخ أبيا رضي الله عنه فأثبتهما من جملة القرآن. فإذا عدد السور في مصحف ابن مسعود إذا صح الخلاف عنه 110 سورة، وعدد السور في مصحف أبي إن صح الخلاف عنه 116 سورة، ولكن الذي استقرت عليه كلمة المسلمين ومصاحفهم أنه 114 سورة، هذا هو الذي ندين الله جل وعلا به. ولذلك قال الزركشي رحمه الله في كتابه العظيم البديع البرهان في علوم القرآن، قال: واعلم أن عدد سور القرآن العظيم باتفاق أهل الحل والعقد 114 سورة، كما هي في المصحف العثماني أولها الفاتحة وآخرها الناس. متى حصل هذا الاتفاق؟ متى حصل هذا الاتفاق يا جماعة؟ بعد من؟ بعد انقراض عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن المسائل في هذا الباب أيضا، من المسائل المبحوثة في هذه القطعة، ما حكم القراءة الشاذة؟ ما حقيقة القراءة الشاذة وما حكم الاحتجاج بها؟ ما حقيقة القراءة الشاذة؟ الشيخ محمد جاك النوم، جاك النوم اللي معي، ايه لا حد يجي النوم، انتبه لا حد يرقد، اللي بيرقد احسن لي انه يطلع ويركب سيارته ويروح لاهله، اشوف واحد نايم قدامي ترى يضيق صدري وعود اكسل، فذهابه اخف مفسدة من بقائه نائما. فالسيارة ايش؟ بغينا نقول فالسيارة، فالقراءة الشاذة ما حقيقتها وما حكمها؟ أولاً عرف العلماء القراءة الشاذة بأنها القراءة التي خالفت شرطاً من شروط الرسم العثماني، فإما أن لا تكون متواترة، عفواً خالفت شروط القراءة المتواترة، فإما أن لا تكون متواترة يعني منقولة بالآحاد، وإما أن تكون مخالفة لبعض أوجه العربية، وإما أن تكون مخالفة للرسم العثماني. فالقراءة التي تخالف وجها لا توافق وجها من العربية هذه شاذة، الرواية المنقولة أحادا هذه شاذة، القراءة المنقولة أحادا شاذة، والقراءة المنقولة مخالفة للرسم العثماني هذه شاذة. مثالها كقراءة ابن مسعود في قول الله جل وعلا: فصيام 3 أيام متتابعات، هذه ليست في القراءة المتواترة وإنما هي قراءة شاذة، كلمة متتابعات هذه شاذة. طيب هل القراءة الشاذة قرآن؟ الجواب لا، لا نثبت كونها قرآنا لانخرام شرط من شروط قرآنيتها وهي التواتر أو موافقتها للرسم العثماني. طيب وهل هي حجة؟ الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، والقول الصحيح عندنا أنها حجة إذا صحت نسبتها للصحابي رضي الله تعالى عنه. فإذا ثبتت القراءة الشاذة ووصل سندها صحيحا إلى الصحابي فإنها تكون حجة في الأحكام الشرعية. فإن قلت: وكيف تكون حجة وقد أبطلت قرآنيتها؟ فأقول: نعم، نحن أبطلنا قرآنيتها، ولكنها محكوم عليها بأنها خبر آحاد، لأنه لا يمكن أن يدخل الصحابي مذهبه من جملة القرآن أو يدخل شيئا في القرآن ليس منه. مثلا فصيام 3 أيام متتابعات، كان ابن مسعود يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب هذه الآية: فصيام 3 أيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال متتابعات من باب توضيح هذه الأيام وليس من باب القرآن، فكتبها ابن مسعود على أنها متتابعات، فبطلت قرآنيتها، لكنها لا تبطل كونها كلمة سمعت من ماذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن نبطل قرآنيتها فقط، ولكن لا نبطل كونها حجة، لأنها خبر أحد سمعها الراوي من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: وما الذي يثبت أن ابن مسعود سمعها؟ فنقول: وهل أنت تظن في ابن مسعود يدخل كلمات في ثنايا المصحف ليست مسموعة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لا يظن هذا في أحد العلماء، فكيف في ابن مسعود الذي هو يعني ممدوح من قبل النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. لا يمكن أن يتصور هذا في ابن مسعود أبدا. وعلى ذلك فروع،
اختلف العلماء في صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين، أو يشرع تتابعها أم لا، على قولين. والقول الصحيح أن المشروع تتابعها، أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات. ودليل التتابع قراءة شاذة، وهي قراءة ابن مسعود وقد صح سندها إليه، فصيام ثلاثة أيام متتابعات ومن الفروع عليها اختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى المذكورة في قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، على أقوال كثيرة، وأصح هذه الأقوال هو ما دلت عليه القراءة الشاذة، فإن في مصحف عائشة رضي الله تعالى عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر، وهي العصر، ولكنها قراءة شاذة، لكنها لا تخرج عن كونها شيء سمعته عائشة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا الصلاة الوسطى هي العصر. ويدل على ذلك أحاديث أخرى، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي وابن مسعود: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. وفي مصحف ابن مسعود أيضا قال: والصلاة الوسطى صلاة العصر. فإذا ثبتت صلاة العصر في قراءتين شاذتين، إحداهما عن ابن مسعود والأخرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن فروع هذه القاعدة أيضا: ما اليد التي تقطع في السرقة؟ ما اليد التي تقطع في السرقة؟ نقول: أجمع العلماء على أن اليد التي تقطع في السرقة أول مرة اليد اليمنى من مفصل الكف، هذا بالإجماع. لكن ويدل على هذا الإجماع قراءة شاذة، وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، ولكنها قراءة شاذة، لكن لا تخرج عن كونها خبر أحد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي قراءة شاذة لكنها صحيحة السند. إذن ما القاعدة عندنا في القراءة الشاذة؟ القاعدة تقول: القراءة الشاذة حجة إذا صح سندها، القراءة الشاذة حجة إذا صح سندها. في قول الله جل وعلا: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، في قراءة شاذة لابن مسعود: يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، إذن يستدل بها. ومنها أيضا: ما المراد بشهادة هذه الأمة على الناس؟ في قول الله جل وعلا: ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس، ما المراد بشهادة هذه الأمة على الناس؟ المراد بذلك الشهادة على الناس يوم القيامة، الشهادة على أعمال الأمم، بدليل قراءة أبي رضي الله عنه قال: وتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة. كلمة يوم القيامة قراءة شاذة، لكنها صحت عن أبي رضي الله تعالى عنه، فهذا يعين هذه الشهادة. متى ستكون شهادة أمة محمد على سائر الأمم؟ تكون شهادتها عليهم يوم القيامة. مسألة: ذهب بعض العلماء وهم قلة ولا يخرمون الإجماع إلى أن سورة الأنفال والتوبة سورة واحدة، ذهب بعض العلماء إلى أن سورة الأنفال والتوبة سورة واحدة، ولكن الصحيح أنهما سورتان. وقد وردت تسمية براءة في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أبا بكر يقرأ سورة براءة في العام التاسع قبل حجة الوداع. فإن قلت: طيب، إذا كانت سورة مستقل، إذا كانت براءة سورة مستقلة، فلماذا لم يؤت بالبسملة فيها؟ أقول: العلة في ذلك أنه هكذا نزلت، فالأمر في ذلك توقيفي. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الصحابة لما جمعوا القرآن في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه
شك هل براءة تتم لسورة الأنفال أم أنها سورة مستقلة، فجعلوا الأنفال وهي من المئين، فجعلوا الأنفال بين براءة، فجعلوا الأنفال قبل براءة، مع أنها من مصنفة من السور القصار، الأنفال ليست من السور الطوال، من السور القصار، ولكن جعلوها في ذلك من باب الشك هل براءة تتمة لها أو لا. والذي أوجب للعلماء الشك هو اتفاق موضوعات السورتين، فسورة براءة نزلت بالسيف، وسورة الأنفال كذلك مأمور فيها بالقتال، ولكن القول الصحيح أنهما سورتان، وأن العلة الصحيحة في حذف البسملة من سورة براءة أنه أمر توقيفي. مسألة: ذهب بعض السلف رحمهم الله وهم قلة إلى أن سورة الفيل وقريش سورة واحدة، سورة الفيل وقريش سورة واحدة، والصواب أنهما سورتان منفصلتان، وهو قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. مسألة: ذهب بعض العلماء وهم قلة إلى أن سورة الضحى والإنشراح سورة واحدة، ولكن الصحيح الذي عليه جماهير الأمة وأكثر العلماء وحكي إجماعاً أنهما سورة واحدة، وهذا هو القول الحق الذي لا ينبغي القول بغيره. إذن الأمة مجمعة على أن القرآن 114 سورة، وهذا الخلاف من هذه القلة لا يؤثر على انعقاد الإجماع. مسألة: ما الحكمة من إنزال القرآن على شكل السور؟ لماذا لم ينزل القرآن كله سورة واحدة؟ ما الحكمة من جعل القرآن سوراً؟ ما الحكمة من جعل القرآن سوراً؟ الجواب: الحكمة من ذلك عدة أمور. الأمر الأول: لإظهار حقيقة الإعجاز والتحدي، لإظهار حقيقة الإعجاز والتحدي. لو أن القرآن سورة واحدة وأراد الله أن يتحدى ببعضه فيتحداهم بأي شيء، لكن جعل الله القرآن سوراً، منها ما هو طويل ومنها ما هو قصير ومنها ما هو وسط بينهما، لإظهار الإعجاز وتكميل التحدي. فالتحدي لم يقع بالسور الطوال فقط ولا بالقرآن كله فقط، بل باب التحدي مفتوح حتى بالسور القصار، كسورة قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر. ومن حكم ذلك أيضا رفع السآمة والملل، فإن القرآن لو كان سورة واحدة وقرأه الإنسان من أوله لأصابته السآمة والملل قبل أن يصل إلى آخره، لكن الله جعل القرآن سوراً حتى تتجدد الهمم ويتجدد النشاط، كلما ختم الإنسان سورة تجددت همته وقويت عزيمته على الابتداء في سورة أخرى. مثل القراءة، نحن لا ننصح أن يقرأ الإنسان الكتب الكبيرة لأنه سيمل، لكن يقرأ الإنسان الروايات أو الكتب القصصية الصغيرة، لأنه كلما أنهى كتاباً ثارت همته وقويت عزيمته على إنهاء الكتاب الآخر. أما أن يقرأ الإنسان الكتب الطويلة والتي هي البحر الذي لا ساحل له، فربما ينقطع وتصيبه السآمة والملل. ومن الحكم أيضاً تيسيره على المطالعين فيه، تيسيره على من أراد المطالعة فيه، لكن لو كان القرآن سورة واحدة لعسرت المطالعة. ولذلك نحن معاشر الحفاظ، إذا قيل لنا ما الآية في سورة البقرة كذا وكذا يعسر علينا أن نخرجها أحيانا، لكن لو قيل لنا أين نزل قل هو الله أحد، فنقول في سورة الإخلاص لقصر آياتها. فما بالك إذا كان القرآن كله آيات متتابعة وقيل لك أين آية كذا وكذا، فحينئذ يعسر عليك أن تستخرجها أو تعرف مواضعها. لكن لما كان سوراً وآيات صار تحديد موضع الآية من السور يسيراً سهلاً. إذا قيل ما أين آية كذا، فتقول في سورة الإسراء، في سورة البقرة، في سورة المدثر وهكذا. فإذا تيسيره على المطالعين فيه. ومنها تيسير وحدة موضوعه، تيسير جمع الوحدة الموضوعية. والوحدة الموضوعية هي أن تكون السورة كلها تتكلم عن موضوع واحد، عن موضوع واحد. مثل سورة الفاتحة موضوعها العبودية، سورة البقرة
موضوعها التقوى. شفت كيف؟ التقوى. سورة آل عمران موضوعها مثلا المحبة، هذا الموضوع العام للسورة، تتكلم آيات السورة عن ما يثير هذا الموضوع، والذي يفهم موضوع السورة هذا من أعظم الأشياء التي تعينه على فهم الآيات. سمونا التفسير الموضوعي، سمونا التفسير الموضوعي، أن تفهم المراد بالسورة. أول سورة النساء موضوعها استخراج حقوق الضعفاء، ولذلك تكلمت فيها عن أموال اليتامى وأموال الضعفاء وأموال الفقراء والمساكين وإعطاء المساكين والتحريج على حق اليتيم، ولا لا يا جماعة؟ تكلمت عن قسمة المواريث حفاظا على حق الضعفاء، إذن هي سورة الضعفاء ولا لا؟ من العجائب التي عرفت بالدراسة أن القرآن مثاني ولا لا؟ سبحان الله، أن بين كل سورتين وهما موضوعان، بين كل موضوعين علاقة، انتبه، بين كل موضوعين علاقة، يعني بين التعبد والتقوى اللي هو موضوع سورة الفاتحة والبقرة علاقة، وهي أن المتقي لا بد أن يكون متعبدا، العبادة هي طريق التقوى والتقوى هي طريق العبادة. وبين كل طيب، والسورتان اللي بعدها بينهما موضوعان، وبين الموضوعات الأربعة قاسم مشترك. لو جمعت موضوعات القرآن كلها، كل موضوعات القرآن، لوجدت أن القاسم المشترك الذي يتكرر معك في كل سورة هو موضوع تكميل مراتب العبودية لله، العبودية، لأن كل موضوع، كل سور القرآن، موضوعات سور القرآن تصب في أعظم سورة التي هي سورة الفاتحة، ولذلك سارت الفاتحة أعظم سورة، لأنها تحمل أعظم موضوع في القرآن، وهو موضوع إيش؟ عبادة الله، وهو موضوع عبودية الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنتم معي في هذا ولا لا؟ فإذا لو كان القرآن سورة واحدة لعسر علينا استخراج موضوعاته، لكن جعل الله القرآن سورا حتى نعرف موضوعات السورة والموضوع العام الذي تتكلم عنه السورة. ومن حكمه ومقاصده تيسيره على من يريد حفظه، تيسيره على من يريد حفظه، وهذا معروف. ولذلك نحن نقول للطلاب إذا أرادوا الابتداء في حفظ القرآن ابدأ بالسور القصار حتى تتجدد الهمم بحفظ هذه السورة والانتقال منها إلى سورة أخرى. ومنها كذلك مخاطبة كل بما يناسبه، فتجد سورا يتناسب خطابها مع العصاة، وتجد سورا يتناسب موضوع خطابها مع أهل الكتاب، وتجد سورا يتناسب موضوعها مع المؤمنين. فأعطى الله جل وعلا كل ما يناسبه في سورة مستقلة. ومن المسائل في هذه القطعة، اعلم رحمك الله أن العلماء متفقون على أن من القرآن ما هو مكي ومن القرآن ما هو مدني، أن القرآن منه ما هو مكي ومنه ما هو مدني، ولكن اختلف العلماء في تحديد المكي من المدني على أقوال كثيرة جدا، وأصح هذه الأقوال على الإطلاق هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو نزل في أي مكان، والمدني هو ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في أي مكان. فإذا كل ما نزل قبل الهجرة فيقال له مكي، ولو نزل على النبي ونفي يا جماعة وهو خارج مكة، ولو نزل على النبي وهو في الطائف، المهم أنه نزل قبل الهجرة ولا لا؟ إذا كان قد نزل قبل الهجرة فيقال له مكي، وأما ما نزل بعد الهجرة فيقال له مدني ولو نزل في مكة، مثل بعض الآيات التي نزلت في الحج، لما نزل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في عرفة، وعرفة من مكة، عرفة في مكة ولا لا؟ نزل عليه قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الآية مدنية بالإجماع، مع أنها نزلت ونفي في مكة، لكنها نزلت بعد الهجرة. كذلك الآيات التي نزلت عليه في تبوك، ما نزلت عليه لا في المدينة ولا في مكة، لكنها مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة. فإذا ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وإن لم ينزل في حدود مكة، وما نزل بعد الهجرة
فهو مدني وإن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، في أسفاره، في حجه، في عمرته، في طريق سيره. إذن التفريق والميزان هو ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعد الهجرة. هذا طيب. لكن قال بعضهم إن المكي هو ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، ويشكل على هذا القول أن هناك آيات نزلت لا في مكة ها ولا في المدينة، مثل آيات الاستهزاء، تكفير من استهزاء بالقرآن، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك في طريقه إلى تبوك، لا في المدينة ولا في مكة، فهذا نضعه أي تحت أي قسم؟ فإذا ليست العبرة بالعمران، مكة والمدينة ليست العبرة بالعمران ولا بالبلاد، العبرة بالهجرة قبل وبعد، هذا هو أصح هذه الأقوال. وقال بعضهم وهو قول عجيب بأن المكية هو ما كان الخطاب فيه موجها لكفار قريش، للكفار، لأن المكة ما كان فيها أهل كتاب، كان فيها كفار، فإذا كان الخطاب موجها للكفار فيكون مكي، وإذا كان الخطاب موجها لأهل الكتاب قل يا أهل الكتاب أو اليهود والنصارى فيكون مدنيا. فنقول هذا أيضا فرقان ضعيف، هذا فرقان ضعيف، لأن هناك من الآيات ما لا يتكلم عن الكفار جملة وتفصيلا، هذا نضعه أي تحت أي شيء؟ ما أحسن فرق والفرق، أحسن فرق والفرق الأول، هذا هو الفرق الأول، وإلا فجميع الفروق ضعيفة. قال بعضهم إن المكي هو ما نزل بقوله يا أيها الناس، والمدني ما قيل فيه يا أيها الذين آمنوا، هذا ليس بصحيح، لأننا نجد أن في سورة البقرة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا في سورة البقرة، ومع ذلك فالبقرة مدنية وليست مكية. فإذا كل هذه الأقوال يضرب عليها بالخطأ، يقال أنها فروق فيها خلل وفيها علل، رحم الله من قالها رحمة واسعة. فإذا عرفنا الآن التفريق بين المكي والمدني باعتبار الحقيقة. مسألة جديدة قريبة من هذه، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن هناك جملا من الضوابط التي يميز بها الإنسان بين الآية المكية والآية المدنية، أو السورة المكية أو السورة المدنية، ولكن الذي أريد أن أعرفكم به هنا أن تلك الضوابط ليست كلية، بل بعضها كلي وبعضها أغلبي، بعضها كلي وبعضها أغلبي. من هذه الضوابط يقول العلماء ما كان من السور آياته قصيرة، ما كان من السور آياته قصيرة فالغالب أنه مكي، فالغالب أنه مكي، هذا في الغالب، ولا يشكل عليه إذا جاء نصر الله والفتح آية وسورها وآياتها قصيرة ومع ذلك مدنية. لكن أقول الضوابط هذه ضوابط أغلبية في بعضها وكلية في بعضها، وأما ما كانت آياته طويلة فهو مدني في الأغلب. خذوا فرق آخر وهو فرق طيب، هذا فرق طيب، كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية، كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية، مثل مريم ومثل سورة الفجر وغيرها من السور التي وردت فيها كلا. وبالمناسبة فهذا اللفظ ورد في القرآن 33 مرة في 15 سورة، وكلها في النصف الأخير من القرآن، وكلها في النصف الأخير، وأول ما وردت فيه هي سورة مريم. كلا ها ها سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مد وما بعدها من السور. يقول الناظم رحمه الله وما نزلت كلا بيثرب فاعلما، يعني أن السورة التي فيها كلا ما نزلت بيثرب، يعني بالمدينة. يقول وما نزلت كلا بيثرب فاعلما ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى، يعني من البقرة إلى مريم ما جاءت كلا، لكن من مريم إلى تحت جاءت كلا، إذن القرآن في نصفه الأعلى ليس فيه كلا. يقول الناظم وما نزلت كلا بيثرب فاعلما ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى. قال العماني رحمه الله وحكمة ذلك، يعني حكمة أن كلا ما جاءت إلا في النصف الأخير من القرآن،
وحكمة ذلك أن نصف القرآن الأخير نزل أكثره بمكة وأكثرهم جبابرة، فتكررت فيه على وجه التهديد والتعنيف لهم والإنكار عليهم، بخلاف النصف الأول. بخلاف النصف الأول. فرق ثالث أو ضابط ثالث: كل سورة فيها سجدة فهي مكية لا مدنية. كل سورة فيها سجدة فهي مكية لا مدنية. وجرب تجد. ومن الضوابط أيضا، انتبهوا يا جماعة، كل سورة أولها حروف التهجي، كل سورة أولها حروف التهجي فهي مكية إلا البقرة وآل عمران. كل سورة حروفها ابتدأها الله جل وعلا بحروف التهجي فهي مكية سوى سورة البقرة وآل عمران، فإنهما مدنيتان بالإجماع. وفي الرعد خلاف، وفي الرعد خلاف. ولذلك عندنا ضابط يقول: كل سورة الحواميم كلها مكية. الحواميم كلها مكية. ومن الضوابط أيضا، خلص الوقت؟ طيب شوي بس. ومن الضوابط أيضا: كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية إلا البقرة. كل سورة، كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية سوى البقرة. قال بعضهم: وآل عمران، لأن فيها قصة زكريا وعيسى. ومن الضوابط أيضا: كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية إلا سورة البقرة. كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية إلا سورة البقرة. إلا سورة البقرة. ومن الضوابط أيضا: كل سور المفصل مكية إلا القليل منها. أغلب، أو نقول، ما نقول كل، أغلب، أحسن أعبروا بالأغلب، أغلب سور المفصل مكية. فقد أخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: نزل المفصل بمكة، نزل المفصل بمكة، فمكثنا حججا نقرأه ولا ينزل غيره. لكن المقصود، مقصود ابن مسعود، أغلب سور المفصل التي هي من قاف إلى الناس. ومن الضوابط أيضا: كل سورة فيها ذكر الحدود والقصاص فهي مدنية. كل سورة فيها ذكر الحدود والقصاص فهي مدنية. ومن الضوابط أيضا: كل سورة فيها الأمر بالجهاد فهي مدنية، لأن الجهاد لم يكن واجبا في مكة وإنما وجب في المدينة. فكل سورة فيها الأمر بالجهاد فهي مدنية. وآخر هذه الضوابط، لأني أظن أني أطلت عليكم: كل سورة فيها ذكر النفاق والمنافقين فهي مدنية. كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية. انتبهوا يا جماعة، انتبهوا. يقول: ما عدا الآيات الإحدى عشرة الأولى من سورة العنكبوت، ما عدا الآيات الإحدى عشرة من سورة العنكبوت، وهي الآيات التي ذكر فيها المنافقون، فهي مدنية، مع أن سورة العنكبوت مكية. طيب، ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: إن سور القرآن من جهة كونه مكياً أو مدنياً لا يخلو، سور القرآن من جهة كونها مكية أو مدنية لا تخلو من عدة حالات: من السور ما هو مكي مطلقاً وليس فيه آيات مدنية كسورة المدثر، ومن سور القرآن ما هو مدني مطلقاً وليس فيه آيات مكية كسورة البقرة وآل عمران.
ومن سور القرآن ما أغلبه مكي ولكن فيه بعض المدني كسورة الأعراف، ومن القرآن ما أغلبه مدني ولكنه يأتي فيه بعض الآيات المكية كسورة الحج، كسورة الحج. آخر مسألة في المكي والمدني حتى نطلق سراحكم، ما فوائد معرفة المكي والمدني؟ هل لمعرفة المكي والمدني فوائد؟ هل لهذا النوع من العلوم من علوم القرآن فائدة؟ الجواب نعم، له فوائد كثيرة ألخصها لكم فيما يلي. الفائدة الأولى حتى نعرف الناسخ من المنسوخ، لأن ما كان مكيا فيكون متقدما وما كان مدنيا فإنه يكون متأخرا، إذا معرفة المكي والمدني توجب معرفة المتقدم من النصوص من المتأخر، والتي معرفتها شرط في معرفة الناسخ من المنسوخ. ومنها أيضا معرفة تاريخ التشريع وتدرجه الحكيم بوجه عام، معرفة تاريخ التشريع وتدرجه بوجه عام. ومنها استخراج سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بمتابعة أحواله بمكة المكرمة ومواقفه في الدعوة، ثم بعد ذلك تتبع أحواله في المدينة، فهناك آيات تتكلم عن أحواله في مكة وهناك آيات تتكلم عن أحواله في المدينة، فحتى نرتب السيرة لابد أن نعرف ما المكي من المدني. ومنها أيضا بيان كبير عناية المسلمين واهتمامهم بالقرآن الكريم، من حيث إنهم لم يكتفوا بحفظ النص القرآني فقط، بل زاد اهتمامهم إلى تتبع أماكن نزوله، أهو في مكة أم في المدينة، وهذا من دليل على كبير عناية الأمة بهذا القرآن. ومنها وهو من أعظمها معرفة أسباب النزول، معرفة أسباب النزول، إذ أن معرفة أسباب مكان النزول هذه توقفنا على الأحوال والملابسات والقرائن التي قيل فيها النص، وتعيننا بعد ذلك على معرفة عمومه من خصوصه وإطلاقه من تقييده ومن الفوائد وهو مهم ترتيب أحوال الدعوة بين القوة والضعف، ولذلك نقول ها في قول الله جل وعلا فاعفوا عنهم واصفح، ها لا يتعارض مع قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. لماذا؟ لأن فاعفوا عنهم واصفح حالته في مكة في حال الضعف، وقوله فاقتلوا المشركين حاله في المدينة، فإذا التفريق بين المكي والمدني يجعل الدعاة يعرفون كيف يتعاملون مع أحوال الدعوة المختلفة بين القوة والضعف والسعة والضيق. فإذا كانت الدعوة ضعيفة فنتعامل بالآيات التي تتكلم عن حال دعوته وهو في مكة، وإذا قويت الدعوة وصلب عودها فنعمل بحال الدعوة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أنتم معي يا جماعة في هذا ولا لا؟ فالتفريق بين حالي الدعوة تفريق مهم، ولذلك يقال هل يجهر بالدعوة أو يسر؟ ها يا جماعة هل يجهر بالدعوة أو يسر؟ نقول هذا يفرق فيه بين أحوال الدعوة قوة وضعفا وتحقيقا للمصالح وغيرها. ونقف عند قول المصنف في مسألة جديدة، قال ومنه النهاري والليلي، ومنه النهاري والليلي، إن شاء الله نشرحها في الدرس القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأبشركم لقد زدنا في الشرح على المقرر لنا في درس الفجر، هذا إن شاء الله يدل على أننا سنختم الكتاب مبكرا بإذن الله جل وعلا. قبل الظهر بساعة، كم يذن الظهر الآن؟ 12 إيش؟ لا لا لا، كم يؤذن الظهر الآن؟ 11:35، يعني يصير 10:35 أو 10:30، 10:30 يبدأ الدرس الجد، إيه 10:30 يبدأ الدرس الثاني. طبعا أنتم تعرفون يوم الدورة لا بد أن تجتهدوا معي فيه قليلا، لا بد أن تصبروا على الجلوس وطول الدروس، لأنه يوم في الشهر وتأخذ فيه كتابا كاملا مشروحا إن شاء الله، فالعلم يحتاج إلى شيء من الصبر ويحتاج إلى شيء من احتساب الأجر، فهي يوم في الشهر، أطلبكم وأرجوكم أن تصبروا معي وأن تحتسبوا وأن تساعدوني على الحضور وعدم الغياب والاهتمام والانتباه.
ساعدوني جزاكم الله خير، وأنا أساعدكم بالشرح وأنتم ساعدوني على بالانتباه والحضور مبكرا للدرس، لأن غالب الدورات درس الظهر ما قبل الظهر ما يجي الناس يتسحبون، لكن أبغى ليجيت لأنكم كلكم إن شاء الله موجودين حتى نبدأ ننطلق في دروسنا، فنختم قبل العشاء إن شاء الله بإذن الله أو بعد العشاء بقليل. يقول هذا هل يعني بالكتابة عمل اليد والحروف؟ كيف هذا يعني؟ شو قصدك في السؤال؟ أي المكتوب؟ المكتوب هو كلام الله، أنت كتبت كلام الله، ها؟ الكتاب عمل اليد والحبر الذي كتب به والقلم الذي أمسكته كلها مخلوقة. الكلمة كتبت بماذا؟ بالحبر، حبرها المخلوق، لكن هي في ذاتها كلام الله، وكلام الله غير مخلوق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى